عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد من ملعب الأهلي. الحقيقة يعني يمكن من الحاجات الصعبة في حياة أي بن آدم أو أي إنسان أو أي حد داخل المجال الإعلامي تحديدا، يعني أنه يبدأ حلقته بخبر بيبقى حزين. من شوية صغيرين توفى إلى رحمة الله يعني كابتن مصر وكابتن النادي الأهلي، واحد من أساطرة الكرة المصرية بشكل عام، مش في النادي الأهلي بس، واحد من الناس اللي لعبت كرة قدم حقيقيه، كان سابق عصره بكتير جدا 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 في كل حاجه خاصه بكره القدم، كابتن صفوت عبد الحليم في ذمه الله. كابتن صفوت عبد الحليم واحد من اساتذه الكره في مصر، واحد من اساطره الكره في مصر، واحد من الناس المحبوبه جدا 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 عند جماهير النادي الاهلي. فالبقاء لله في واحد من كباتننا الكبار قوي 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 قوي، واحد من الناس اللي هي يمكن على مدار تاريخه وعلى مدار حياته بشكل عام متع الناس بكرة قدم حقيقية، كان أداء ما فيش أحسن من كده على المستوى الفني داخل الملعب، وكمان على مستوى خارج الملعب بقى حدث ولا حرج. فواحد من الناس اللي ما تسمعش صوتها بكلمة هنا ولا كلمة هنا ولا أسلوب لا قدر الله مش لطيف ولا حاجة ولا حد ولا أسلوب يضايق حد ولا في أي تجاوز في حق حد يعني. فكابتن صفوت عبد الحليم مكانته وقيمته وحجمه كلعيب كرة قدم وكإنسان كانوا كبار جدا 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 يعني. فمن الحاجات الصعبة على أي حد إن هو يبدأ حلقة مهمة وحلقة كمان الواحد يعني محضر حاجات وبيتكلم في حاجات وبعدين قبل الهوا على طول يعني تفاجأ بخبر زي ده، فبالتأكيد بتبقى حاجة مش حلوة خالص يعني. لكن كابتن صفوت عبد الحليم لو انا قعدت اتكلم من هنا لحد السنه الجايه عليه على المستوى الفني او على المستوى الانساني على المستوى الشخصي، ما كانش ليا الحظ ان انا لعبت معاه اكيد، ما كانش ليا الحظ ان انا زميلته كتير او لعبت معاه كتير او اتمرنت تحت ايده حتى، لكن كان ليا بيني وبينه بعض المواقف اللي ما ينفعش ابدا الواحد ينساها وكلها بكل خير الحقيقه يعني، سواء حتى وانا كنت في مرحله قطاعين او حتى بعد ما طلعت الدرجه الاولى او حتى بعد ما نهيت حياتي الكرويه يعني. فكابتن صفوت عبد الحليم في ذمه الله البقاء لله بينعي مجلس اداره النادي الاهلي ورئيسه كابتن محمود الخطيب والمدير التنفيذي والقطاعات الرياضيه المختلفه في النادي الاهلي الحزن والاسى على الكابتن صفوت عبد الحليم نجم مصر والنادي الاهلي اللي توفى النهارده 30 سبتمبر 2018. ربنا يا رب يتقبله برحمته يا رب ويلهم اهله الصبر والسلوان. كابتن صفوت عبد الحليم البقاء لله. اكيد بعد شويه هنبقى نتكلم في العزاء هيبقى فين، مراسم الدفن والامور الخاصه بالعزاء هنقوله ان شاء الله الرحمن خلال الحلقه باذن الله. بقاء لله للمره الثانيه يعني والمره الثالثه والمره العشره والمره المليون، لانه يستحق حال الدنيا ومحدش في الدنيا ابدا خالد فيها وكله بيعدي عليها عابر سبيل، لكن في النهايه يعني محدش بيتعظ يعني، هي دي حال الدنيا. النهارده في حلقتنا في ملعب الاهلي هنتكلم على بعض النقاط المهمه جدا والمؤثره جدا في المشوار الافريقي تحديدا، والجزء الثاني في فريق ملعب الاهلي هيبقى كابتن ابراهيم عبد الصمد، كابتن شريف عبد المنعم، وكابتن حماده صدقي، وهيبقى ليا موضوع مع حضراتكم وهتناوله مع حضراتكم. هنتكلم كمان في اهميه الجمهور وعايزين نتكلم على فاضل على الحلو دقتين مش دقه واحده، هي البطوله الغاليه بالنسبه لنا وكل جماهير النادي الاهلي وكل مسؤولين النادي الاهلي، لكن دور كل واحد فينا واهمهم طبعا في التاكيد هو دور الجماهير اللي هيكون موجود ومالي استاد السلام باذن الله بدون اي تجاوزات وبدون اي خروج عن النص وبدون اي حاجه ابدا. دوركم انتوا عارفينه كويس، المسانده بتاعتكم وتشجيعكم من الثانيه الاولى للثانيه الاخيره، الملعب كله في نفس واحد ومكان واحده واسلوب واحد وتوقيت واحد، اهلي 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 لحد الثانيه الاخيره لحد صفاره الحكم، بدون اي تجاوزات في اي حد وبدون اي حاجه خاصه باي احد ولا اي شركه ولا اي هيئه ولا اي حد، الاهلي بس الاهلي فقط. طيب هاخد تليفون مهم وبعدين هكمل مع حضراتكم طرح الموضوع ده لانه مهم جدا 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 في الفتره اللي جايه. معايا على التليفون المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا كابتن سيد ومساء الخير لكل الساده مشاهدينك الكرام المصريين والاهلاويه. وقبل ما ابدا في اي حاجه عايز انعي اخي الاكبر وحبيبي وصديقنا
ورمز من رموز النادي الاهلي واحرف من احرف من انجبت الملاعب المصريه اللي احنا تربينا او يعني نشانا وكبرنا شفنا كابتن صفوت عبد الحليم رحمه الله عليه قد ايه كان رجل ابن النادي الاهلي وقد ايه كان رجل من احرف اللعيبه اللي شفناها في على تاريخ النادي الاهلي كله. والحقيقه احنا عشنا معاه احلى ايام ايام السبعينات وكان قد ايه كان راجل جميل وكان راجل عايش معانا ومتعايش معانا. فنسال الله سبحانه وتعالى له الرحمه ولاسرته ولاحبائه ولكل الاهلاويه ولينا جميعا الصبر والسلوان. يا رب يا رب دايما ان شاء الرحمن كده يا رب دايما اسره الاهلي دايما حوالين بعض. ويمكن فقدنا واحد زي ما حضرتك قلت من شويه يعني مش واحد لعيب كره عادي يعني ده اخ وصديق واب كمان. طيب كابتن مهندس خالد يمكن كنت بتكلم دلوقتي على اهميه التواجد الجماهيري لكن اهميه كمان كيفيه التشجيع المسانده من الثانيه الاولى للثانيه الاخيره. قبل ما اكلم حضرتك على موضوع الجمعيه العموميه وتفعيل لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي. بص يا كابتن سيد زي ما احنا قلنا وزي ما الجمهور عارف الجمهور النادي الاهلي هو الدرع والسيف هو السند هو الظهر هو اللي كابتن صلاح سليم وكل الناس اللي رموز النادي قالوا ان الاهلي ملك للجمهور. معروف ان الجمهور ده 80% من قوه فرقتنا زي ما هم بيقولوا هم احسن لاعب هم كل حاجه كره القدم محتاجاها وفرقتنا كلها محتاجاها وزي ما انت قلت كده باقي على الحلو دقيقتين. اتمنى من جمهور النادي الاهلي العظيم ان هو يشجع فرقته زي ما هو احسن لاعب زي ما هو قال لنا وبلغنا في المباراه اللي فاتت ان هو احسن لاعب لازم يفكر في الملعب بس. احنا مش عايزين نتجاوز مش عايزين نجيب سيره اشخاص ولا نجيب سيره مؤسسات ولا نجيب سيره هيئات. زي ما انتوا كلاعيبه كنتوا دايما تفكروا وبتركزوا في الملعب هم ما يفكروش وركزوا غير في الملعب لان هي دي اضافتهم هي دي اللي بيحمسوا بيها فرقتنا. يعني احنا لو تغاضينا عن التجاوزات اللي حصلت الماتش اللي فات يمكن من احسن الماتشات اللي شفتها للنادي الاهلي الماتش اللي فات. ليه؟ لان كانت الجمهور بيشجع وبيحمس فرقته. فاحنا عايزين نفكر بس في فرقتنا. جمهور النادي الاهلي ده جمهور النادي الاهلي يعني بيحمل اسم النادي الاهلي وطالما حمل اسم النادي الاهلي لازم يبقى المبادئ والمثل والقيم والسلوك والقدوه يبقى في جماهير النادي الاهلي زي ما هو اعظم جمهور تكون. اتمنى ان شاء الله عشان ما نرجعش 30 خطوه للخلف. احنا مجلس اداره النادي الاهلي يعني عمل مجهودات كبيره عشان نرجع الجمهور فارجو من الجمهور ان يكون على قدر المسؤوليه وانا على يقين ان جمهورنا زي ما قلنا فعلا اعظم جمهور لازم على قدر المسؤوليه وما يفكرش غير في فرقته ويفكر احنا بقالنا 4 سنين بعيد عن افريقيا ومن غيرهم ما ينفعش. يعني عشان نكسب افريقيا لازم الجمهور يبقى موجود فارجو ان الجمهور يبقى بيفكر وزي ما قلنا كده الاهلي فوق الجميع يبقى مصلحه الاهلي فوق مصلحه اي حد يبقى لازم نفكر في النادي الاهلي بس ولازم يبقى ده يقين عندنا وليس شعار. الاهلي فوق جميع ابنائه واتمنى من الجمهور ان هو وانا على يقين ان هم فاهمين وعارفين ودارسين ومتاكدين ان شاء الله باذن الله ان الماتش الجاي هيعدي وتبقى حاجه محترمه وفرقتنا باذن الله تعدي وباذن الله تعالى نتقابل في الامارات جميعا وجمهورنا يبقى معانا في الامارات في كاس العالم للانديه ان شاء الله. ان شاء الرحمن اكد على كلام حضرتك طبعا الجمهور عارف دوره وطبعا الجمهور هو اكبر مساند وطبعا الجمهور يهمه جدا جدا زي ما حضرتك وكل مسؤولين النادي الاهلي من اول يعني كابتن محمود الخطيب وكل اعضاء مجلس الاداره وكل القطاعات المختلفه في النادي الاهلي وكل اللاعبين وكل كمان المنتمين النادي الاهلي يهمهم جدا جدا البطوله الافريقيه تحديدا اللي احنا فيها ديت. يبقى لازم كل واحد يبقى عارف كويس قوي الدور بتاعه كل واحد عارف كويس قوي ايه اللي ممكن يعمله وايه اللي ممكن يأديه عشان تتحقق الحاجه الغاليه ديت. خلي بالكم البطوله بتيجي بين كل واحد بيبقى عارف الدور بتاعه الجهاز اللعيبه المجلس توفير الاستقرار الاداري الاستقرار الفني الترابط المسانده الاعلاميه المسانده الجماهيريه. عشان كده لازم بناكد على حته ان انت تكون موجود في الاستاد موجود جدا في الاستاد لكن من الثانيه الاولى من الدقيقه الاولى لحد الثانيه الاخيره مالكش علاقه خالص غير بالاهلي مالكش علاقه خالص غير باللعيبه جوه داخل الملعب مالكش علاقه اطلاقا لا باي حد خارج الملعب ولا اي حاجه خارج الملعب ولا شخص ولا هيئه ولا مؤسسه ولا تحكيم ولا اي حاجه اطلاقا. كل الناس فوق دماغنا من فوق وكل الناس يعني نكنلها ونحترمها اكبر احترام لكن انت الدور بتاعك لازم تاديه من خلال ال 90 دقيقه. مظبوط كده يا باشمهندس ولا عندك اضافه؟ اضم صوتي صوتك تماما وانا على يقين ان جمهور الاهلي العظيم
فاهم طبعا ايه دوره، وان شاء الله باذن الله هيبان في الماتش اللي جاي وربنا يقدرنا ونكسب، عشان فعلا احنا كلنا محتاجين نطلع كاس العالم للانديه ان شاء الله. هم الجمهور نفسه عايزين نسعد جمهورنا، عايزين مصر كلها تسعد. الاهلي هو اللي بيرسم السعاده على والبسمه على وجوه المصريين عامه والاهلاويه خاصه، ووجود الجمهور هو اللي هيعمل كده. فاحنا مش عايزين نتحرم من جمهورنا عشان ان احنا يعني يبقى لينا اي حاجه ثانيه تعكر صفو هذه الحاجه الا ماتشاتنا بس. نركز في فرقتنا ونركز في الملعب. تمام. وعايز اقول برضو يعني خلي بالكم بس انتوا كمان دوركم مش مهم، اسف مش موجود بس ان انت تساند وتشجع بس، لا انت كمان ممكن يعني حتى لو حد جنبك كده، يعني انا متاكد ان اللي بيعمل حاجه ممكن يبقى فرد 2 3 4 5 يعني ما بتزيدش عن كده او اكتر من كده بشويه صغيرين ولا حاجه، لكن انت كمان دورك لا لازم تنبهه على طول، انت وانت جنبه انت الاقرب تنبهه على طول، لا احنا الناس كلها بنحترمها، ولو في حد يعني سمعته وهيبدا يقول حاجه لا انت كمان من جنبك ده واجب بتاعك تقول له لا خلي بالك احنا جايين نركز في الملعب، عايزين نروح الامارات المره دي، عايزين نكون موجودين في كاس العالم للانديه، احنا اكبر نادي بيروح كاس العالم للانديه، فلازم نروحها من خلال المباراه اللي هنا، من خلال المباراه اللي زي هنا او اللي زي كده. فدورك على طول يبقى ايجابي حتى مع زميلك اللي قاعد جنبك يا باشمهندس. تمام كده يا كابتن سيد، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا بعد بكره تبقى باذن الله انطلاقه لعوده الجماهير كلها وتبقى الدنيا كلها كويسه، وانا على يقين ان الجمهور هيبقى عارف مسؤوليته المره دي. احنا متاكدين من ده. طيب اسمع راي حضرتك في الحضور العظيم واليوم العظيم اللي شهده النادي الاهلي بالجزيره يوم الجمعه الماضي. بص يا كابتن سيد، انا دايما بقول انا عمري ما راهنت على عضو الجمعيه العموميه المحترمه للنادي الاهلي الا وكسبت الرهان. الحمد لله رب العالمين، برغم الظروف الصعبه والحر ودخول مدارس والناس عندها يعني مشاكل ما يكفيها، لكن عضو الجمعيه العموميه اول ما بيحس ان النادي بتاعه محتاجه بتلاقيه اول واحد موجود. فالحقيقه امبارح كانت عرس، انا يعني عايز اشكر كل اللي جه سواء قال او موافق او غير موافق، لان هو كده سطر تاريخ جديد للنادي الاهلي، تاريخ مش بس لينا ده لاولادنا والاحفادنا، ده مستقبل النادي الاهلي. انت النهارده حصنت، انا عايز اقول ايه يعني يمكن انا قلتها كده، عائله الاهلي حصنت بيت الاهلي. ليه؟ لانك انت عندك كده لائحه مش مفروض عليك، لائحه ما بتتغيرش كل شويه، يبقى انت كده عملت استقرار، قدرت تجيب ان شاء الله استثمار، قدرت تجيب موارد. فالحقيقه يعني امبارح انا بعتبره ده يوم تاريخي في حياه عائله الاهلي في النادي الاهلي، يوم تاريخي لا يقل عن 1907 عندما كانت اول لجنه اداريه للنادي الاهلي، او 1919 فاول جمعيه عموميه برضو اقرت لائحه للنادي الاهلي، والحمد لله رب العالمين كان يوم عظيم. وشرفت ان انا شخصيا شرفت ان انا اكون موجود كعضو مجلس اداره وكعضو من عائله الاهلي، ان انا اكون موجود في هذا اليوم وان انا احط صوتي زي اي واحد في عضو جمعيه عموميه، لان اللي عمل هذا الدستور واللي عمل هذا النظام الاساسي مش مجلس الاداره يا كابتن سيد، اللي عمله هم فعلا اعضاء النادي الاهلي. مجلس الاداره اما كان 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 عمل حاجه غير مسبوقه وفتح الحوار المجتمعي وحط اللائحه او مشروع مسوده اللائحه للناس كلها، وعملنا ورش في كل المجالات وكل الاطياف، وغيرنا اكثر من حاجه و50 بند، وجالنا اكثر من 3500 اقتراح، وكل ده ليه؟ عشان عضو الجمعيه العموميه اللي جاي مش بيصوت على لائحه النادي الاهلي، ده بيصوت على بند، لان في بنود كتيره اتغيرت بناء على اقتراحات وبناء عن يعني المشوره اللي خدناها من عضو الجمعيه العموميه. فالحمد لله رب العالمين، انا شايف ان دي حاجه غير مسبوقه، وطول عمر النادي الاهلي رائد في كل حاجه، وانا على يقين ان شاء الله ان هذا الدستور هيكون ده اللائحه الاستشهاديه بتاع بقيه الانديه، وان شاء الله اتمنى من كل الانديه انها تحذو حذو النادي الاهلي، لان هو ده فعلا تعظيم دور الجمعيات العموميه اللي احنا كنا بننادي فيه من سنين يا كابتن سيد، من سنين كنا بننادي على هذا الدور، وكنا ساعتها بيهاجمونا بيقولوا ان احنا بنستقطب الخارج، لكن الحمد لله رب العالمين كان يوم تاريخي ويوم عظيم، وربنا كرمنا اخر كرم، وان شاء الله باذن الله دايما كلنا بنفكر في مصلحه النادي الاهلي، ويبقى هدفنا واحد هو مصلحه هذا الكيان العظيم والمؤسسه العظيمه اللي فضلها بعد ربنا سبحانه وتعالى علينا كلنا. طبعا ان شاء الله الرحمن دايما بالتوفيق دايما يا باشمهندس، وبرضه هكرر نفس الكلام، اسف قبل ما اتحداك اسيبك، هنبدا او هختم مع حضرتك بنفس البدايه اللي اتفقنا عليها،
حضور جماهيري مكثف ان شاء الرحمن في مباراه وفاء الصيف، لكن كل الجماهير عليها انها تبقى عارفه كويس قوي 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 عشان تتحقق البطوله الغاليه على كل الاهلاويه، البطوله المهمه جدا 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 على المستوى الافريقي، هي الاغلى والاقوى والاعظم وكل حاجه على المستوى الافريقي. يبقى حضور جماهيري مكثف جدا بدون اي خروج عن النص، بدون اي تجاوزات في حق اي حد، كل الناس بنحترمها ونقدرها. واحنا الاهلي مش كده، احنا الاهلي دايما بنبص لمصلحه فرقتنا، دايما بنشوف ايه اللي بيعلى بينا وايه اللي بنعلى بيه وبنعمله. فعشان كده بدون اي خروج عن ال 90 دقيقه وعن ملعب السلام وعن لعيبه النادي الاهلي، ما عندكش دور تعمله غير كده. في اي حاجه اضافه في الجزئيه دي يا باشمهندس ولا لا؟ تمام كده، وربنا يكرمنا ان شاء الله باذن الله عشان نسعد جمهورنا العظيم اللي هو فعلا درع وسيف، وزي ما قال وزي ما كل الناس بتقول جمهوره ده حماه. اتمنى ان جمهوره ده حماه، لا عشان يفضل جمهوره ده حماه لازم ان احنا نفكر بس في فرقتنا ونبعد تماما عن اي حاجه ثانيه ممكن تعكر الصف وممكن تعكر ال 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 الشغل بتاعنا. وربنا يكرمنا باذن الله ويبقى الفوز من نصيبنا، ونبقى مرتاحين واحنا رايحين ان شاء الله ماتش بتاع يوم 23 باذن الله تعالى. شكرا جزيلا باشمهندس خالد المرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. هطلع فاصل صغير، لكن قبل ما اطلع الفاصل ده عشان في موضوع لازم اتكلم مع حضراتكم فيه قبل ما استقبل ضيوفنا كابتن ابراهيم عبد الصمد، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن حماده صدقي، يعني بنعت كمان مره وثالث مره وعاشر مره والمره المليون كابتن صفوت عبد الحليم، لان واحد انا كنت بعزهم جدا 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 وبحب يعني قبل ما طبعا ما كنتش اتعاملت معاه الاول، فكنت بحب طريقه لعبه جدا رغم ان هو طبعا من جيل كان عظيم جدا، فرق بينه وبينه مش قليل، لكن كان متعه الكوره، حلاوه الكوره، يا جمال الكوره، الجيل بتاع الاساتذه بتاع هيدوكوتي والناس الحلوه ديت قوي 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 اللي فرقوا مع النادي الاهلي على المستوى الفني وفرقوا في البطولات بشكل كبير، المستوى الاداري اللي كان متولي سواء كان كابتن صالح سليم او كابتن حسن حمدي بعد كده الحته الاداريه، وبعديهم اللعيبه المجموعه ككل بقى، مش عايز انسى اي حد من الاسماء، لكن على راسهم كابتن صفوت عبد الحليم، مدى تاثيره على كل اللعيبه، مدى تاثيره على كل اصحابه، التواجد الفني، التواجد الشخصي الانساني، كل حاجه يعني. رحمه الله على كابتن صفوت عبد الحليم، ان شاء الله الرحمن يكون في مكان احسن من اللي احنا فيه بكتير، وهو اكيد احسن من المكان اللي احنا فيه بكتير جدا. هطلع فاصل صغير وبعدين هرجع في موضوع كتير جدا يعني اتكلموا، بلاش نتكلم في الحته ديت، لكن انا مش قادر بصراحه، يعني مش قادر ما اتكلمش. بعد الفاصل معاكم. اهلا بكم من جديد. يمكن جات لنا المعلومه دلوقتي الخاصه طبعا بجنازه الكابتن الكبير الماسترو الصغير كابتن صفوت عبد الحليم، بكره ان شاء الرحمن بعد صلاه الظهر باذن الله من مسجد السيده نفيسه، بعد صلاه الظهر باذن الله يعني هتبقى الجنازه ان شاء الرحمن، وهيدفن ان شاء الرحمن في مقابر الغفير. يبقى كابتن صفوت عبد الحليم رحمه الله عليه الجنازه بتاعته بكره ان شاء الرحمن هتبقى بعد صلاه الظهر من مسجد السيده نفيسه، وان شاء الرحمن هيدفن في مساكن مدافن الغفير. طول الحلقه هتكلم طبعا على الكابتن صفوت عبد الحليم لانه واحد من الرموز الكبيره جدا والعظيمه جدا 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 على المستوى الفني والمستوى الانساني، مات وعنده 67 سنه و درس. يعني دايما انا بقول ان اللي بيموت خلاص الحياه بتنتهي، يعني من مات قامت قيامته، انتهى الامر بالنسبه له، خلاص خلصت. لكن دايما الناس اللي المفروض يبقى فيها عظه، الناس اللي دايما تاخد من الموت عظه، ولو الموت ما بيديش عظه لحد خلاص ايه اللي ممكن يدي لك عظه؟ ايه اللي ممكن يدي لك عظه؟ يعني انا كنت هتكلم في الموضوع، مش هتكلم في الموضوع اطنش اعمل نفسي مش واخد بالي في بعض الاوقات كده يعني، لكن لما الامر مش عايز اقول يزيد عن حده لانه زاد عن حده من زمان، يعني الموضوع زاد عن حده من زمان جدا جدا، والموضوع مش هنقول كل مره ليس عليه حرج، يعني مش هنقول كل مره كده ليس عليه حرج، ده راجل ما ينفعش تتكلم عليه ده ليس عليه حرج، لا طبعا، لا طبعا يعني،
من ذنبنا ان احنا تربينا وعندنا اب وام ربونا كويس وعندنا يعني اهل ربونا كويس وناس يعني علمونا الشكل كويس وربنا حط في طريقنا ناس علمتنا وربتنا وواحد تاني ما ترباش نص ساعه، يعني مش ذنبنا ان اللي ما ترباش نص ساعه ده يعني يطلع يعلم علينا، مش ذنبنا، يعني مش ذنبنا ابدا ان احنا نتكلم ان احنا نبقى في عمر الاولاد بتاعته ولا حاجه ونقعد نقول له يا عم احنا في عمر اولادك، يا عم احنا اصغر منك، يا عم ايه المتعه وايه الانتصار، ايه الانتصار، ايه المتعه، ايه الاستمتاع اللي بتلاقيه. اسئله والله بتراودني. ايه المتعه اللي بتلاقيها حضرتك وانت مثلا بتتكلم مع واحد عنده 20 سنه 25 سنه 30 سنه اصغر من ابنك مثلا، يعني اصغر من ابنك يعني، وبتلاقي انتصار عليه، يعني بتعمل له قضيه، تعمل له مشكله، تعمل له تقطع رزقه، وتتكلم على اسرته، تتكلم على بنته، تتكلم على اخته، تتكلم على امه. ايه المتعه في ده؟ يعني ايه المتعه اللي عندك في ده؟ يعني ايه المتعه في دي؟ وخصوصا لو الواحد ده ما اتكلمش عليك اساسا يعني. طب انا تحديدا، يعني انا تحديدا ايه اللي بيني وبينك؟ يا عم انا مش في مقامك. يعني انا مش في مقامك، مش انا اللي قلت كده على فكره. انت اللي قلت كده، انت اللي قلت مع وائل الابراشي، الاستاذ وائل الابراشي السنه اللي فاتت، قلت كده. قلت مين سيد عبد الحفيظ ده اللي اتكلم عليه؟ لما تكلمني على حد يكون في مقامي. اعتقد ان مفيش حاجه اتغيرت. يعني انا ما علتش فبقيت في مقام حضرتك، وانت ما نزلتش او ما وطتش فبقيت في مقامي. يعني هو ايه اللي اتغير؟ يعني ايه اللي اتغير؟ وبعدين ترجع تتكلم على النادي الاهلي في الاخر، ده هرم، اللي مش شايف الاهلي ده هرم، يعني على اساس كده ان انت محيت كل الذنوب اللي قلتها من شويه. الكلمه دي هتريحني، يعني هتبسطني قوي، يعني الكلمه دي كفايه قوي انها تطلع من واحد موسوعه الادب العربي والافريقي وجيبوتي وبوركينا فاسو، يعني كده بالنسبه لنا هتبقى حاجه رائعه جدا. يعني انا لو حد في المدرج شتم رموز الاهلي او كباتن الاهلي او رئيس مجلس اداره النادي الاهلي او اي حد في النادي الاهلي هفضي المدرج. ما انت لازم تعمل كده. لو هم شتموا انت دور حياتك هيبقى ايه؟ لو الجمهور عندك شتم انت دورك هيبقى ايه؟ يعني لو هم شتموا رموز الاهلي وقيادات الاهلي ونجوم الاهلي واساطره الاهلي مثلا، طب انت الدور بتاعك هيبقى ايه؟ انت هتشتم مين لو هم دول شتموا؟ الله، مش كل واحد يلعب دوره بقى. طب ما ده الدور بتاعك. يعني ما ينفعش. الامر بقى مش زياده، الامر بقى صعب قوي، يعني بقى مفرط على الاخر، يعني على الاخر. وبعدين ايه علاقه الانساب والشرف والمكانه والاسره والام والاخت والزوجه؟ ايه علاقه ده بده؟ يا اخي ده انت لو ربنا رحمك، لو ربنا رحمك يوم القيامه، لو ربنا رحمك مفيش واحد في مصر هيخش النار. ما هو ايه اللي ممكن يعمله واحد تاني في مصر اكتر من اللي انت بتعمله؟ ايه اللي ممكن اعمله؟ يعني ايه الذنب التاني؟ خد في الاعراض، خد في الذمم، سرقه، نصب، احتيال، شرف، اي حد، اي حد، اي حد في الدنيا. ايه ده؟ ايه ده؟ قلت لك يا اخي، يا اخي ما ينفعش. انا مش عايز ادخل معاك ولا عايز انا في عمر ولادك، في عمر ولادك ما ينفعش كده، ما ينفعش ده. لكن كل مره هتقعد تتكلم عليا وتجيب سيره الام وتجيب سيره، طب احنا مش قد، مش تجيب سيره امهاتك؟ مش ما نقدرش، مش ما نقدرش، عشان احنا مؤدبين، لساننا ما ينفعش يقول كده، اللسان بتاعنا ما ينفعش ان يقول كده، ما ينفعش يقول الحتت دي، ما تربناش على الاسلوب ده. وبعدين بقى لبس اي حاجه في اي حد، اي حد يختلف معاك، اي حد. اكتر واحد عايز نظام الفار في مصر، الفار في مصر ده مش حكام مصر بس، انت اكتر واحد عايز نظام الفار في مصر. انت تجيب مثلا يعني تصريح ليك من سنه فاتت وهات التصريح دلوقتي. ياسر ادريس بعد ما كان له مكانه واسم سباحه، حمام سباحه في 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 النادي بتاعك، بقى راجل اخوانجي ويستاهل الحبس. خالد عبد العزيز بعد الراجل المحترم المؤدب السياسي اللي مش عارف ايه ده، انت اللي بتقول، انا ماليش علاقه بمهندس خالد عبد العزيز، ما اتعاملش معاه خالص خالص يعني، تمام؟ لراجل ما اعرفش ايه وايه وايه. يعني اكتر واحد عايز نظام الفار في مصر انت. وبعدين نلبس كله بقى في بعضه، وخصوصا لما يكون الاهلي بقى، يعني لما يكون الاهلي بقى، يعني لما يكون الاهلي نلبس الاهلي في مليون اي حاجه بقى، تمام؟ نلبس الاهلي في اي حاجه، يعني مثلا مصر المقاصه بتنافس الاهلي، فاحنا الاثنين نعمل جواب، نتفق احنا الاثنين. انا طب انت ايه اللي دخلك في الموضوع؟ لا اعمل جواب مع مصر المقاصه، بلعب المقاولين العرب، انا بلعب المقاولين العرب واتطرد منهم اثنين، اتصل برئيس المقاولين العرب ونعمل انسحاب. انا بلعب الاسماعيلي، لا الاسماعيلي ما اعرفش ما يلعبش هنا، فتتكلم بسياسه الاسماعيلي. الله، في ايه؟ الاهلي بيلعب تطلع تقيم اداء الاهلي، الاهلي لسه ما بيلعبش تطلع تكلم تقيم اداء الفرقه الثانيه. يا نهار اسود، يا نهار اسود، في كده في الدنيا؟ في كده في الدنيا يا جدعان؟ في كده في الدنيا؟ في حاجه مش مظبوطه،
في حاجه مش مظبوطه. وزي ما قلت لك لبس بقى اخوانجي، انا اخوانجي يعني انت عايز تقول ان انا ضد مصر؟ يعني عايز تقول ان انا ضد البلد؟ يا حبيبي احنا ناس وطنيين بالفطره، يعني مش مساله كمان ان ربنا سبحانه وتعالى زرعها فينا، ومش انا بس، اي واحد موجود على ارض البلد دي وكل من عيشها وشرب من نيلها ومثلها. يعني احنا كمان ربنا اداني ان الواحد بيحب التاريخ، فاللي يقرا تاريخ او بيحب التاريخ يعرف يعني ايه مصر. فالحمد لله انا بحب التاريخ جدا، فعارف يعني ايه قيمه البلد دي ومكانتها وعظمتها، قيمتها ومكانتها وعظمتها. وربنا اداني اكتر لما كنت سبب ان انا امثل منتخب بلدي، سواء كان على مراحل الناشئين 14 ولا 16 ولا 19. فلما تسمع سلام الوطني بتاعك وانت عندك 12 سنه ولا 14 سنه، جسمك وقلبك يا اشعر تعرف يعني ايه البلد بتاعتك. لما تشوف يعني حنيه مواطن مصري وانت خارج البلاد، خارج البلاد عليك ولهفته عليك، وممكن يخسر شغله على اساس ان هو يعمل لك خدمه ولا يروح معاك مشوار ولا حاجه، تعرف يعني قيمه المكان ده وقيمه البلد دي وقيمه وعظمه المكان ده، قيمه ومكانه وعظمه الحاجات دي. لكن لبس لبس اي حد، يلبس اي حاجه، يخش السجن، يخش يتلفق له حاجه، مش مهم مش مهم، يوم القيامه مش مشكله بالنسبه لك، مش هيجي. وبعدين انت عامل لي فيها يعني الراجل اللي جامد قوي وكل شويه اخوان اخوان اخوان، هو انت مش ملك التسريبات؟ مش انت برايز الكره العربيه والافريقيه؟ مش معاك السيديهات كلها؟ ما تطلع لي سيديه يا عم، يعني طلع لي سيديهايه ولا مؤتمر ولا قاعده ولا كلمه ولا اي، ما تطلع لي. مش برايز الناس اللي هي موجوده في كل السيديهات والفيديوهات وما اعرفش ايه، ما تطلع لي حاجه، يعني طلع لي حاجه. الكلام والتلميحات والكلام اللي ما يعلم به الا ربنا، خلاص خلاص، يعني الامر زاد عن حده قوي، كفايه جدا. وعايز تدخلنا في اي حد ومشاكل مع اي حد، مره مع مصر المقصه، ومره مع المقاولين، ومره مع الاسماعيلي، وممكن يبقى مع بيراميدز. يعني بيراميدز لو خدت الدوري عادي جدا، ما المقاولين كانت شركه استثماريه زمان في 82 وخدت الدوري، تستحق معاها فرقه قدمت موسم كويس زي الفل، تمام التمام، يلا مبروك، ايه المشكله؟ وكل المصريين اللي فيها او كل الغير المصريين اللي فيها، يعني ممكن نختلف في كلمه او راي في القناه بتاعت بيراميدز ولا حاجه، لكن نحترم الاراء جدا، نحترم الشخصيات جدا. واللي مش مصريين فيها، بلدنا مصر ديت يعني بيتها مفتوح لكل واحد فيكم، انتوا من بلد يعني انتوا من بلد السعوديه عزيزه جدا على قلب كل واحد مصري، مش مصري بس، على قلب كل واحد مسلم في العالم كله. فاهلا وسهلا بيكم النهارده وبكره وبعد بكره، داعمين للكره المصريه او غير داعمين للكره المصريه. لكن انت عايز تلبسنا في اي حد، يعني اي حاجه اي حاجه، ادي الاهلي، ادي مش عارف ايه، يعني جمهور، امن، ايه كتير جدا بقى، كتير جدا الامر ده، كتير جدا. لا ما ينفعش يبقى فيه سكات كده على طول، لا ابدا، لا انا مش مع كده. مفيش تجاوزات، مش هتجاوز في حقك، مش هتجاوز ان انا لا قدر الله يبقى فيه سب او شتيمه ولا حاجه، لا مش هستخدم نفس الاسلوب بتاعك خالص، يعني تمام. يعني امهاتنا غاليه قوي علينا، وعارفين كويس جدا 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 يعني ان والده حضرتك ميته، فمش هنعرف نتكلم في الموضوع ده اصلا يعني خالص، تمام. لكن انت مش على راسك ريشه، يعني انت مش على راسك ريشه، واوعى تفتكر ان رمي المحصنات ده بالساهل، يعني ما هو لابد من يوم معلوم تترد فيه المظالم. انت هيجي لك اليوم ده، هيجي لك اليوم ده على رؤوس الاشهاد بقى، يا اما في الدنيا يا اما في الاخره، يا اما في الاخره. وزي ما قلت لك، لو ربنا رحمك، لو انت ربنا رحمك، مفيش واحد في مصر هيخش النار، مش ممكن مش ممكن مش ممكن، مستحيل. مفيش ذنب ما عملتوش، مفيش ذنب ما عملتوش. اوعى حد يفتكر ابدا ان في فرق شاسع ما بين الرجوله والبلطجه، في فرق شاسع كبير جدا، كبير. وبعدين الاسد ده محلي بس، محلي الصنع، يعني محلي. انا نفسي اشوف لك خناقه رفع صوت بره مصر، نفسي اشوفك بره مصر، ومنيه حياتي قبل ما اموت اشوفك تطلع بره مصر. مش هتطلع، مش هتطلع بره مصر، مش هتطلع، مش هتطلع بره مصر، مش هتطلع، لان في لوائح، في نظام. المواطن بره، المواطن بره بياخد حقه كويس قوي. انت هنا ممكن اول مره اشوف في العالم كله يا جماعه كده، مفيش حد ابدا 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 ابدا، مفيش، ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن يا جماعه. احنا لا يمكن يبقى في تجاوز، نحترم بلدنا وبنقدرها، وقانونها بيبقى فوق دماغنا من فوق،
وبنشتغل فيه وبنشتغل عليه وبنناشد جمهورنا من شوية. اوعى حد يجرك لأي حاجة، مستحيل مستحيل. اوعى تغلط في حاجة، اوعى تغلط في مؤسسة ولا تغلط في هيئة ولا حاجة لا قدر الله، يعني الأمن اللي فيك زي ما كان الأمن اللي كان بيساندك وبيدخلك في مباراة يعني حرية اللي فاتت دي، ده خايف عليك، يعني خايف عليك، الأمن بتاعك خايف عليك. قد إيه قلبك بيتوجع لما بتشوف واحد لا قدر الله بيحصل له حاجة، سواء كانت على الحدود اللي بتحمينا أو داخل مصر أو حتى مواطن عادي يا أخي، أو حتى مواطن عادي. ما ينفعش ما ينفعش. الحاجة الوحيدة اللي ممكن نضع قدامها هي مصلحة بلدنا، مصلحة بلدنا وقيادتنا، دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن نبقى نضعف قدامها، لأن احنا مش فاهمين حاجة جامدة، في مؤامرات كبير جدا كتيرة جدا حوالينا، فممكن يبقى احنا مش فاهمين حاجة معينة، مش شايفينها، مش لامسينها. فأنت بتتكلم في إيه؟ بتتكلم في إيه؟ احنا كنادي ولا كأفراد ولا كمؤسسات لازم نبقى كلنا واحد، من قيادة عسكرية، من قيادة سياسية، من قيادة شرطية، من كل القيادات العسكرية وكل القيادات الأمنية وكل القيادات، احنا واحد، احنا واحد، بنلتزم بالقانون وبنحاول نمشي فيه وبنحاول يعني نبقى في اتجاه واحد. لكن كتير يا جماعة، كتير. أكبر عقوبة على الراجل ده ان انتوا تسحبوا تليفونه، دي أكبر عقوبة، اسحب التليفون بتاعه بس هتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا بالنسبة له. بس شكرا جزيلا. بعد الفاصل هستقبل ضيوفي كابتن شريف عبد المنعم وكابتن حمادة صدقي وكابتن إبراهيم عبد الصمد. اهلا بكم من جديد والجزء الثاني من ملعب الاهلي، الجزء الفني بالتاكيد اللي هنتكلم فيه في كل التفاصيل الفنيه، سواء بتكمله الاسبوع التاسع والمباراتين اللي اتلعبوا النهارده، الانتاج الحربي مع نجوم اف سي ونجوم اف سي 1-0 الانتاج الحربي، وكمان المباراه الداخليه اكيد اللي تفوق فيها على مصر مقصه 1-0. لكن النهارده كمان كنا عاملين حاجه، لاعب الشهر النهارده 30 سبتمبر، فلاعب الشهر من وجهه نظركم طرحناها ما بين اثنين ما بين ثلاثه، وانتوا عليكم الاختيارات، وليد سليمان ووليد ازارو وعلي معلول. تجاوبوا معانا بقى عبر صفحتنا على الفيسبوك، صفحه قناه الاهلي. نرحب بنجومنا وكباتننا كابتن ابراهيم عصاود، مساء الفل. اهلا بيك يا ابو كباتن، موفق دايما كده الحمد لله. تمام، البقاء لله في وفاه كابتن صفوت. الحقيقه خبر زعلنا كلنا صفوت من اللعيبه الاكفاء، والحقيقه مر بظروف صعبه جدا، وانا يعني عاشرتها من ساعه ما حصل له المرض المفاجئ ده من 7-8 سنين. ربنا يغفر له ذنوبه ويسكنه في سيح جناته. مصر فقدت من احسن لاعبي وسط الملعب كان في عصره الحقيقه. تمام كابتن شريف او كابتن حماده، واخدها بالترتيب بقى عشان الكاميرا. كابتن حماده اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا كابتن سيد، اهلا بيك. بقاء لله دايما لوحده طبعا، كان كابتننا كلنا طبعا، ويمكن انا اتمرنت معاه اول مره في النادي الاهلي مع اللي هو بيساعد الكابتن انور سلامه، وشخصيات محترمه يعني، ربنا يرحمه ويغفر له يا رب ان شاء الله. عانى كتير في المرض بتاعه فتره طويله يعني، ربنا يرحمه يا رب ان شاء الله. كابتن شريف اهلا وسهلا بحضرتك، والبقاء لله. البقاء لله، الف رحمه ونور عليك كابتن صفوت، الصديق الغالي، اللاعب المحترم. انا عن نفسي ماشي وخط وسط جيله ايامها، وانا كان لي الشرف ان انا لحقت ولعبت معاه، يمكن من اول مباراه نزلتها كان ليه فضل عليا كبير جدا، كان ليه فضل عليا كتير جدا جوه الملعب وبره الملعب، فالف رحمه ونور ومدعي له بالجنه ان شاء الله. يا رب. زي ما قلت هو في مكان احسن من اللي هو فيه بكتير، او كان احسن من اللي كان فيه بكتير، واحسن من اللي احنا فيه بكتير جدا جدا جدا، لكن العظه اللي بنقولها واللي المفروض ناخدها منه، والحاجات اللي هي ممكن تبقى اكتر انسانيا من شخصيته، من كرمه، من تعامله مع الاخر، من تعامله مع الاصغر، من تعامله مع الاكبر. لو عندك كابتن ابراهيم اي شيء خاص بيه، مواقف ممكن تقولها لنا. لا والله الحقيقه من ساعه ما كنا في قطاع الناشئين، وهو الحقيقه من الناس اللي عينيهم ثاقبه جدا في اختيارات الناشئين، يعني من احسن الناس اللي انا تعاملت معاهم
من اول لمسه من اول لمسه للعيب واحنا بنختار الناشئين يقول لك اللعيب ده لعيب كويس، وفعلا تنبؤاته كلها صادقه بالنسبه للناشئين ايام ما كنا ماسكين قطاع الناشئين مع بعض يعني. فالحقيقه يعني فقدناه وفقدنا ناس من المواهب اللي بتقدر تطلع من قطاع الناشئين لعيبه اكفاء يعني. ألف رحمة ونور عليه وربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته إن شاء الله يا رب. كابتن حمادة، لو في موقف عند حضرتك مثلا، أكيد أنت حضرتك ما شاركتش معاه. لا ما شاركتش معاه، بس هو ضربني طبعا في النادي الأهلي يمكن يعني، لسه كنت جاي من المنيا وكنت بلعب منتخب مصر، وكان هو بيحب يشتغل دايما الحاجات الإنديفيدوال، الحاجات الفردية مع اللعيبة. كان شايف فيها اللي أنا ممكن أنا كمدافع، أنا كان عندي الحتة المهاري، كان دايما يشتغل معايا الحاجات اللي هي تميزك كراجل بتلعب في منتخب مصر. اشتغل معايا كتير، يمكن حاجات فرديه كتير بعد التمرين، كان دايما يهتم بالتفاصيل الصغيره مع اللاعبين كلها، يمكن الحاجات الخاصه للاعب نص ملعب، لاعب مهاجم، نصايحه كتيره، شغله الفردي الكتير مع اللاعبين. ده طبعا ربنا يرحمه طبعا ويغفر له يا رب ان شاء الله كده. يا رب يا رب. كابتن شريف، عندك موقف مع كابتن سمير؟ مواقف كتير جدا عديده يعني. انا كنت هو كابتني جوه الملعب، هو وكابتن محسن صالح وكابتن طاهر الشيخ وكابتن مختار، فكان نص الملعب ده ليه علاقه بيه خاصه جدا اثناء اللعب. وصلت علاقتي بالكابتن صفوت خارج الملعب ان احنا كان في محل كده صغير شاركنا مع بعض فتره فيه، وحتى شاركنا مع بعض من غير ورق يعني، من غير اي حاجه يعني، لمرحله قلت له خلاص بقى كابتن صفوت كمل انت المرحله بتاعه، اللي كان ايامها لسه الفيديو فاكر لسه نازل جديد كده، وشرايط الفيديو وحاجات بنجيبها ونحطها، كنا بنروح نقعد انا وهو في المحل عشان نتناقش، وكان ينصحني قد ايه ازاي انا اقطع من ناحيه الونج ليفت او ناحيه الونج رايت، وهو دايما يبقى عينه عليا ويوديني، فكانت القعده بتبقى مثمره من ناحيتين ان احنا في عمل مشترك بينا، وبنفس الوقت هو كابتن بتاعي، والنصايح الحقيقه اللي خدتها منه فادتني كتير قوي في خلال مسيرتي في الكوره داخل النادي الاهلي. فالف رحمه ونور عليك كابتن صفوت، ومش عايز اقول لك ان احنا مش بندعي لك، كنا بندعي لك على طول، وعلى راسنا كابتن عبد المنعم محمود شطه يعني. كابتن شطه كان من الناس اللي هو ملازم كابتن صفوت على طول، بنشكره، ومش عايز اقول ان احنا مكسرين، بس انما احنا باذن الله دعانا يعوضك عن كل شيء. طيب يعني معنا بدعم الكابتن شريف في موضوع الكابتن شطه. الكابتن شطه طبعا مواقفه يعني الانسانيه مع أيوة. مع الناس كتير قوي على صحيح صحيح، وما بيقولش صحيح الحقيقه. وانا معاش القصه دي مع كابتن شطه، مفيش حد في يعني في وسطنا بيعمل المواقف الانسانيه اللي بيعملها شطه مع اللعيبه القدام الحقيقه. دي حاجه حلوه. لسه مكلم الكابتن حازم الله يرحمه، حازم كرم، تلاقي كابتن شطه قاعد جنبه، يا اما كابتن شطه لسه مكلمه، يا اما احنا يقول لك هو في المستشفى لسه خارج. المعلومات كلها والحكايه كلها كابتن شطه الحقيقه مش معوضنا يعني. طيب بيحرجنا يعني. معايا حد كمان من الناس اللي هي كانت ملازمه ليه او بتروح له باستمرار ومتواصله معاه على طول، كابتن محمد عامر. يعني البقاء لله كابتن محمد عامر. ده كابتن سيد، البقاء لله، ويعني انا بعزي فيك وبعزي كابتن شريف وكابتن ابراهيم عبد الصمد وكابتن حماده صبحي، بعزي جمهور النادي الاهلي كله على واحد كان يعني رمز رموز الكوره في مصر كلها مش في النادي الاهلي، يعني رمز للاخلاق، رمز للطيبه. يعني انا واحد من الناس لما جيت من كفر الشيخ يعني ما كنتش بسيبه بصراحه، لانه انسان يعني تحب تقعد معاه، تحب تسمع كلامه. احنا كلنا كلعيبه، وانا بقول للعيبه الناس اللي قدامك دي استفدنا منه، كان احرف لعيب في مصر كلها، كنا بنحب نتفرج عليه، كنا بنحب ان هو دايما يبقى في موجود في الملعب، لانه هو كان يعني حاجه يعني بتحل الاداء النادي الاهلي. كان صفوت القميص لما كان يبقى موجود في الملعب كان بيبقى يعني عارف الكريزه اللي هي بتحل اداء النادي الاهلي، كان يعني بصراحه رمز للاخلاق والطيبه وكل حاجه كانت حلوه فيه بصراحه. يعني كابتن صفوت عبد الحليم يعني احنا لازمناه في الفتره الاخيره وهو مريض،
ويعني صراحة يعني ألف رحمة يا علي، والله ربنا يجعل مسواه الجنة. مطلوب مننا احنا كلنا احنا في كل صلاة ندعو له بالرحمة والمغفرة، عشان ان شاء الله ان شاء الله هو راح عند احسن مننا، وان شاء الله ربنا يخافنا بيه في الجنة ان شاء الله وفي الاعلى يا رب. طب حضرتك عرفت الخبر ازاي؟ يعني يمكن احنا عرفناه من زمايلنا في الاعداد. حضرتك انتوا قاعدين بتتكلموا على شطه دوت، يعني راجل من الناس اللي فيه خير بشكل كبير جدا، حتى لما بعيد عن عن عن, عن اي شيء او بعيد عن صفوه الحديد، دايما كنا نكلم بعض، ده فلان ما تشتغلش، ده خده معاك، ده فلان، يعني حاسس الناس اللي حواليه، وكان حاسس اكتر بكابتن صفوة. طب خليني اقول لك هو معانا على التليفون، يعني خليني برضه ارحب بيه واقول له البقاء لله كابتن شط. كابتن سيد الله يرحمه ويحسن اليه، والله ربنا يعافينا وان شاء الله ربنا كده يعني يجازيه كل خير باذن الله. الله يخليك كابتن شط. يمكن احنا طبعا كابتن صفوت واحد من الرموز وكباتننا واساتذتنا والناس اللي هي اثرت كبير بشكل كبير جدا على المستوى الفني في الكوره في مصر، وواحد من اساطره الكوره المايسترو الصغير، واحد من الناس اللي كمان على المستوى الانساني يعني ما تلاقيش فيه خلاف، ما تلاقيش فيه حاجه مش سليمه، او قلبه ابيض جدا 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 مع كابتن صفوت. لكن خلينا اشكرك انت تحديدا بقى، يمكن الكباتن كابتن ابراهيم عبد الصمد وكابتن شريف عبد المنعم وكابتن حماد الصدقي اثنوا على حضرتك في الدور فعال جدا، بتفتقدوا الانسانيه مش بتفتقدوا. ده واجب كتير، ده واجب علينا كلنا، احنا كلنا مع بعض والله، بنشيل بعض وكلنا بنواسي بعض وكلنا دايما بنتقابل ونسال عن بعض حقيقه، يعني في ترابط بيننا كلنا. حتى انا بلغت مختار وبلغت محمد عامر، والخطيب بلغني اول واحد عرف، فرحت بقى بعت حد على طول راح للبيت عنده وكلمت ابنه وكلمت مراته حقيقه، وعرفت انه العمليه يعني حقيقه ماساويه، يعني كانت في حريقه وكده، وانت عارف صفوت يعني الوفاء عن حريق، ها مش وفاء. والله للاسف الشديد انه كان عايش في الشقه لوحده، وبعد كده انت عارف ما بيتحركش. انا كلمته قلت له يا صفوت يا اخي لازم تتحرك، حتى لو تمشي على ايديك ورجليك، افرض اي حد اي حاجه حصلت ما حدش معاك في البيت تبقى تعرف تفتح باب تتحرك. لكن طبعا انت عارف كان الحقيقه الحاله بتاعته حقيقه صحيه ما كانتش بتساعده، وبعدين يعني حقيقه مره في ظروف صعبه الفتره اللي فاتت دي، انا من ثلاث اربع ايام مكلمه كنت هعدي عليه ان شاء الله الاسبوع ده يوم الجمعه اللي جاي، كنت هعدي عليه بس طبعا ظروف ما تسمحش الحمد لله. لكن الحقيقه احنا كلنا تاثرنا، لانه حقيقه صفوت ده يعني ما تعرفش قد ايه يعني علاقته بالمجموعه كلها، اول حاجه عمره ما زعل حد، ثانيا كلنا بنحبه ونقعد جنبيه كلنا، ولما كان بيلعب كابتننا كلنا، وحقيقه زي ما قال شريف كان برضه ايه يعني في الملعب زي برضه بيسهل لك كل حاجه، راجل عنده قدرات فنيه وتمريرات حياه بتبقى يعني ساعدت كتير قوي يعني في 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 فرقه. وبعدين الحقيقه الفتره اللي فاتت دي يعني ظروفه كانت صعبه الحقيقه، وحتى اكثر من مره رحنا له المستشفى، كان لسانه بيتقل شويه كده، كنا بنروح نوديه المستشفى عشان ياخد علاج وكده، الحمد لله ربنا يعفو عنه يعني ويغفر له ويرحمه. بس عايزين نعرف بكره في الجنازه بكره ولا لا؟ الجنازه بكره. المعلومه اللي عندنا في مسجد السيده نفيسه بعد صلاه الظهر ان شاء الرحمن، والمدفن هيبقى مدافن الغفير. طب كويس، ان انا كنت رايح المستشفى بكره الصبح، لكن لو خلاص الامور دي اتحددت يا كابتن سيد يبقى هننزل اعلان في النادي ان شاء الله، وعن طريقك برضه الناس كلها تعرف، بس نتاكد من المعلومه دي عشان انا سالت بنت دلوقتي بيتها ما تعرفش، لكن لسه ما نعرفش حاجه. طيب احنا هنبلغ الناس لحد الحلقه ما تخلص ان شاء الله الرحمن، لو في جديد اكيد هنقول له للناس. عموما النادي الاهلي برضه بعت مندوب هناك عشان تبقى عارف اول ده واجب طبعا، ده واجب طبعا، ده واجب النادي الاهلي على طول يعني سريعا كده، كان حد موجود معاهم هناك وحقيقه ما تاخرش حد خالص، وخطيب برضه الحقيقه اتحرك بسرعه جدا، ومحمد مرجان الحقيقه مدير عام النادي، كل الناس تحركت يا كابتن سيد بسرعه جدا. النادي الاهلي هيقوم بكل حاجه، حتى لو ان شاء الله لو سبب الظروف كلنا نروح مع بعض هناك في الجنازه باذن الله نكون موجودين باذن الله. الاهلي كمان بابنائه واخواته وكل قياداته ونجومه، يعني بشكرك كابتن شطه. كابتن عامر لو حابب تقول حاجه اخيره. كابتن عامر والله كابتن سيد يعني احنا كلنا يعني بنفتقد واحد حبيبنا جدا جدا وكان قريب لقلوبنا كلنا، وان شاء الله ربنا هيغفر له
بدعاء الله وبدعاء الناس الصالحين اللي حواليه، وان شاء الله ربنا يجعل مشوانا الجنه ان شاء الله. احنا في الفتره اللي كانت انا كنت ماسك فيها رئيس قطاع الناشئين يعني برضه هو عانى كتير. صحيح حقيقي رحله كفاح فظيعه صحيح مرة. في شقه في الشروق وراه ورحنا له انا والخطيب واكرامي، وكان معانا شطه دايما متواصل معانا يعني ما كناش بنسيبه، وكان بيبقى فرحان جدا لما احنا بنروح له. يعني احنا ما كناش كمان في الفتره كنا بنروح له الفتره الصغيره اللي كنا بنقضيها معاه ما كناش بنسيبه، لكن يعني 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 والله يعني انا مش قادر اتكلم على نفسي بصراحه، لان بحبه جدا جدا صفوت، وربنا ان شاء الله يجعل مستوى الجنه يا رب امين يا رب امين يا رب العالمين. شكرا جزيلا كابتن محمد عامر، شكرا جزيلا كابتن شطه. لو في اي تغيير في اللي احنا قلناه فريق الاعداد لازم تبقى متاكدين من المعلومه، يعني لو في اي تغيير في جنازه كابتن صفوت عبد الحليم بكره بعد صلاه الظهر ان شاء الرحمن من مسجد السيده نفيسه والمدفن مدافن الغفير، لو في اي تغيير قولوا لنا عشان نقول للناس قبل نهايه الحلقه. هنطلع فاصل وبعد كده هنتكلم في الامور طبعا الخاصه بحلقه النهارده والجزء الثاني من الفني، الجزء الفني الخاص بباقي مباريات الاسبوع التاسع. مباراتين اقيموا النهارده، مباراه الانتاج الحربي مع نجوم اف سي وتفوق الانتاج الحربي بهدف عن طريق محمد رجب، وفوز الداخليه على النصر المقصه بهدف للهداف القديم حسام بوم. بعد الفاصل اللي جاي في الجزء الفني مع كابتن ابراهيم عبد الصمد وكابتن شريف عبد المنعم وكابتن محمد الصدر. خليكم معانا بقى وركزوا قوي، لان احنا هيبقى اول ملعب او استوديو تحليلي او ملعب تحليلي او اي حاجه خاصه بمباراه سيمي فاينل، بالتاكيد هي البطوله الاكبر والاقدر والاهم في القاره الافريقيه، بطوله افريقيا ما بين الاهلي ووفاء الصيف، اللي هننفرد بتشكيله وفاء الصيف. فخليكم معانا من خلال نجومنا هنعرضها لحضراتكم وكيفيه اللعب واخر مواجهاتهم وترتيبهم في الجدول هناك وازاي بيلعبوا من خلال ملعب الاهلي. كابتن ابراهيم، كابتن شريف، كابتن حماده، المباراتين مقدور عليهم، مباراه الانتاج الحربي ونجوم اف سي هنتكلم فيها وهنتناولها بالتاكيد بالشرح والتحليل وكل حاجه، ومباراه المقصه والداخليه، لكن المباراه اللي شغل الراي العام مش المصري بس، اكيد كل افريقيا وكل الوطن العربي تحديدا كمان، لان هي تضم او تجمع ما بين فرقتين، فرقه النادي الاهلي باسمها ومكانتها وتاريخها، نادي القرن الافريقي ومع وفاق الصيف، المباراه او النادي اللي بيطمح هو كمان في البطوله وده حقه، ما فيش اي كلام، ما فيش فصال وما فيش كلام، ومدير فني عنده حته يعني ايه يعني بيعرف يصرح شويه على فكره، من الناس اللي هي بتنقل الضغوط شويه على الفرق الاخرى، اللي هو رشيد الطوسي اللي هو الراجل المدير الفني بتاعه. كابتن ابراهيم، قبل ما اتكلم في الامور الفنيه خلينا اتكلم كمان على التواجد الجماهيري. احنا كان معايا المهندس خالد مرتجي واتكلمنا على اهميته واهميه التواجد الجماهيري والمسانده الجماهيريه بدون اي خروج عن النص اطلاقا اطلاقا. احنا في النادي الاهلي او قناه النادي الاهلي او اي حد يمثل النادي الاهلي لا يمكن يقول على اي حاجه غلط صح، ما ينفعش، لان في عين وفي نظر وفي تقييم وفي كمان احترام للاخر بشكل كبير جدا. ممكن نتكلم ونختلف لكن لا يمكن لعاداتنا ولا اسلوبنا ولا تربيتنا ولا مبادئنا تقول ان يبقى في تجاوز في حق حد. بالعكس، كل الناس فوق دماغنا من فوق، كل الناس عندنا علاقات بيها كويسه جدا جدا جدا. فكلمني في النقطه دي يا كابتن. احنا بقى لنا كام سنه بنلعب بدون جمهور، والصحافه والاعلام والجماهير واتحاد الكوره والنوادي كلها بتسعى مع الامن ان احنا نرجع الجماهير. بعد ما رجعت الجماهير نرجو انها تجاوزات الشتايم والصياح ما حاطين اللعيبه تحت ضغط غير طبيعي وتشجيع بطريقه مبتذله الحقيقه. احنا لا نرغب في هذه الاشياء، لان ممكن الجماهير الامن يرفض رجوع الجماهير تاني ونبتدي في الموال ده من جديد. تمام. ارجو ان الجماهير تلتزم بالتشجيع المثالي، واحنا عايزينها الدور ده دلوقتي يعني عشان نحقق التسعه دي. اولا يعني اللعب بدون جمهور ده اولا بيفقد اللعيبه الحماس وما بيطلعوش كل المهارات والكفاءات بتاعتهم، وبالتالي كل لعيب بيحاول يطلع كل اللي عنده في وجود الجماهير والصياح الجماهير وتشجيعهم. فنرجو انهم يلتزموا بالمبادئ التشجيع المثالي اللي احنا متعودين دايما عليه من جمهور النادي الاهلي العظيم. طيب
عايزينكم بالشكل اللي انتوا متعودين عليه، عايزينكم مليين المدرجات، رعب رهيب اسف رعب رهيب جدا للمنافس، بس الرعب ده يتقلب فني، ما يتقلبش اي حاجه تانية. احنا بنلعب كوره يا كابتن حماد. اكيد طبعا، زي ما اتكلمنا وقلنا لازم الجمهور يبقى متواجد في المباراه السابقه، في مباراه حريه قلنا لازم يبقى في جمهور، ويبقى لعيب رقم واحد مع النادي الاهلي. ما ينفعش بقى انت فرد من الفريق وتبقى عامل ضغط على الفريق طالع بره السياق بتاع المباراه. لا، عايزينك في المباراه نفسها، انت رايح تشجع فرقتك بس، وده المهم عشان يبقى نحس ان انت فعلا انت من التيم نفسه، انت من الفريق نفسه. لكن لما تخرج بره النص بالعمليه بتبقى صعبه شويه. ده مش مطلوب، ده احنا عايزين الجمهور بتاع زمان بتاع النادي الاهلي، الجمهور اللي جاي يشجع، جاي باللعيب بيشد من ازر اللعيب، بيعمل له دوافع كتيره في الملعب، حاجات كتيره جدا الجمهور اللعيب بيحس بيها. لكن بتخرج بره النص بتبقى انت بره التيم، ما بعتبركش انت معايا. القله اللي بتخرج والمنظر اللي شفناه منظر ما حدش قبله خالص صراحه. لكن لازم انت جاي تشجع، جاي تشجع فرقتك، بنقول لك روح وآزر وكل حاجه، بس ما تخرجش عن النص. تمام، احنا خرجنا عن النص يعني كتير الماتش اللي فات بالامانه يعني. فانت عايزينك موجود في المدرج، عايزينك بكثافه، عايزينك يعني ده اسلام مثلا، يعني انا اعرفه طبعا واعرف اسمه لانه دايما موجود في الاستاد. يعني الولد الصغير اللي ماشي بالكره ده يوم عيد، يوم عيد، وخصوصا كمان لو اتقلب اليوم الحلو الجميل ده بتواجدك في الاستاد بيوم نصر كمان يا كابتن شريف، يوم نصر، يوم يعني بيبقى مخلد كده في التاريخ، تقول ياه ده انا في سنه 2018 كان الاهلي عنده وفاق الصيف قبل النهائي وكنت حاضر المباراه ديت والاهلي خد البطوله في الاخر. يعني انا هاخد من اخر كلامك، هو يوم عيد، احنا بنستغل الظروف ان احنا بنروح مباراه اهلاويه مع بطوله افريقيه فهي مصريه في الاخر، واحنا لما كنا في مباراه الكونغو كلنا رايحين بنقول كلمه يا رب، ما شفناش حد تجاوز ولا شفنا اي حد اتكلم او خرج عن النص او اي حاجه، غير كنا مركزين كلنا ان احنا ازاي هنكسب الكونغو، مركزين ازاي هنكسب وفاق الصيف بثلاث اهداف على الاقل فارق من هنا يريحونا هناك، لان اعتقد ان هم من اقوى الفرق اللي هي موجوده دلوقتي في الاربع فرق اللي موجودين. هو ده الهدف اللي احنا رايحين فيه، هو ده العيد اللي احنا رايحين فيه. بلاش التنفس عن نفسنا يبقى خارج الخدمه، خارج حدود الخدمه. لا، الجمهور الاهلي انا بروح عشان اسمع بنهد جبال، فريق كبير، فريق عظيم، دي بتخلي الواحد وهو قاعد بيقشعر، بتخلي الواحد عنده متعه حتى ان هو راح لغايه الاستاد وهم اضافوا علينا واطفوا علينا جمال قعدتنا واحنا بنتفرج في الملعب في الاستاد. عشان كده كلنا بنبقى نفسنا نبقى موجودين في يوم زي ده، وزي ما انت قلت مناسبه جميله، خلوها مناسبه جميله ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الرحمن هتبقى مناسبه جميله، وان شاء الرحمن التسعه تتحقق بينا وبيكوا بالجهاز وبالمجلس وبكل المساندين والمشجعين وكل المصريين، لان هي بطوله ما بتمسش بس او بتلمس بس الجماهير المصريه او بالنسبه لكل الجماهير الاهلاويه، لا، لكل الجماهير المصريه. فرحه جمهور النادي الاهلي هي فرحه مصر، فرح الجمهور بيمثل 70 او 80% من الشعب المصري، فبالتاكيد بيفرح كل مصر، حتى اللي مش منتمي للنادي الاهلي، حتى اللي ملوش في الكوره خالص بيبات ليله سعيده، ليله جميله. فخليك تكمل الصوره بيك ان شاء الله الرحمن بدون اي تجاوزات في اي حد ابدا 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 ابدا، لا شخص ولا هيئه ولا مؤسسه ولا اي حاجه خالص خالص، وخصوصا كمان لو المؤسسات دي داخليه وبنكننها ونحترمها ونقدرها اشد التقدير، وايا كان حتى الافراد يعني بنكنلها وبنحترمها اشد الاحترام. استاذنك في حاجه ثانيه يا كابتن سيد، ان انتوا جماهير النادي الاهلي انتوا اللاعب الاول زي ما انتوا عايزين، صح، زي ما احنا عارفين انتوا فعلا اللاعب الاول، فخليكم اللاعب الاول ان شاء الله يوم الثلاثاء باذن الله. نشوف كارترون بقى المدير الفني للنادي الاهلي ورسالته للجماهير ونرجع نكمل كلامنا. مون ميساج سو سوار سي ان ميساج كي فيان دو كور كي فيان دو de mon corps, de mon âme, de tout mon être. C'est vraiment un message d'amour vis-à-vis de nos supporters pour qu'ils viennent nous aimer nos joueurs et nous porter vers la victoire, qu'ils aient un comportement exemplaire, qu'ils aient un comportement formidable et qu'ils fassent la fierté de toute l'Égypte. انا رسالتي طالعه من روحي ومن قلبي ومن من كياني كله لجماهير النادي الاهلي، ليكم دور كبير ان تيجوا تساندونا، مستنيكم تيجوا تساندونا مسانده مثاليه وتبقوا فخر للكره المصريه.
Oui, bien sûr. C'est un match de football, c'est un match formidable, une demi-finale de Champions League. Et encore une fois, j'appelle vraiment tous nos supporters à nous pousser vers la victoire, à encourager l'équipe et à rester fair-play, à rester digne et à montrer leur grandeur. J'ai entièrement confiance en eux et je sais qu'on est capable ensemble de remporter beaucoup de choses, mais j'ai besoin de leur aide. طبعا انا بنسب الجماهير يكونوا موجودين معانا ويساندونا. ده ماتش مهم، مباراه مهمه في دور نصف النهائي لبطوله افريقيا، دور مهم جدا، اهم حاجه ركزوا معانا ويبقى تشجيع مثالي في فير بلاي، وطبعا ليهم دور كبير جدا في تاهلنا ان شاء الله. شجاع لالي بس. شكرا. نطقها بالعربي. انت عارف سلطح. عارف اشاعه حب؟ نطقت نطقت فظيع. يوسف وهبي فظيع. انا طقت يا بنت انا نهاري اسود. انا اتنطقت بالعربي بنت سلطه. عملت اقعد على فوزي. ماشي كابتن ابراهيم، وفاء الصيف، وفاء الصيف الفرقه اللي لحد اخر مباراه كان صعودها او وفاق الصيف، وفاق الصيف لحد المباراه الاخيره في دوري المجموعات كان صعودها معلق. معلق تمام، وكان كمان رايح لنتيجه الدفاع الحسني المغربي مع مازيمبي مرتبطه ببعض، يعني هو بيلعب مولوديه طهران والدفاع الحسني الجديد كان بيلعب مازيمبي، لكن قدر ان هو يصعد بيلعب بعد كده في دور الثمانيه حامل اللقب. والوداد على فكره فرقه كويسه جدا، يعني فرقه من الفرق المحترمه، لكن قدر ان هو يتغلب عليه في مباراه الذهاب 1-0، مباراه كانت على ارضه المباراه الاولى، ويتعادل 0-0 في المباراه الثانيه. تقول عليه على المباراه بشكل عام. مفيش فرقه وصلت لنصف النهائي ونقدر نقول عليها فرقه ضعيفه. تمام. اولا يمتلك مجموعه جيده في الهجوم، احراز الاهداف، لما ببص على احراز الاهداف مفيش ماتش ما احرزوش فيه اهداف. تمام. الملاحظه بقى انه بيدخل فيه اهداف كتير، يبقى دي نقطه. دي اخر مباراه عشان الناس تبقى رابطه بينا، دي اخر مباراه ليهم في الدوري مع شبيبه القبائل، خسروا 1-0، المباراه كانت في شبيبه القبائل عشان الناس تبقى عارفه، يعني في ملعب شبيبه القبائل، خسروا 1-0 يعني. اتفضل يا كابتن. بيدخل فيه اهداف في كل غالبا في كل مباراه معاهم مباراه واحده بس. فبيدخل فيه اهداف، وده بيدل على ان في ضعف في الناحيه الدفاعيه. ارجو ان النادي الاهلي يستغلها في الماتش الذهاب اللي بعد بكره ان شاء الله باذن الله. واكيد المدير الفني بتاع الاهلي انا قريت ان هو استعرض اكتر من مباراه سواء في افريقيا او في الدوري، وعرف نقاط الضعف والقوه فيه. اكيد اكيد ادام بيدخل فيه اهداف كتير يبقى فيه نقاط ضعف في الدفاع. اكيد المدير الفني بتاع الاهلي حط النقط الفنيه اللي هيقدر يلعب عليها الماتش الجاي. نتمنى ان النادي الاهلي يوفق في مباراه الذهاب عشان ان شاء الله باذن الله حقق نتيجه كويسه، حقق نتيجه كويسه تنفعنا في ماتش الاياب ان شاء الله. طيب على فكره، يمكن انا قلت ان دي ده ملعب شبيبه القبائل. لا طبعا، هي المعلومه غلط، ده ملعب وفاق الصيف. تمام، يعني هو خسر على ارضه وسط على ملعبه يعني. اوكي، وده برضو يعني كويس، احنا بنقدم خدمه برضو للنادي الاهلي والجهاز ان انت تشوف الملعب بتاعهم، يعني ده تقريبا الجو اللي ممكن يلعب فيه النادي الاهلي. كابتن حماده، طيب خليني اقول لك ان وفاق الصيف تصريح طبعا لرئيس النادي وفاق الصيف، يعني الراجل بيقول لك انا جاي كامل العدد، وهو جاي بكره الفرقه وصلت خلاص، لكن هو جاي بكره، عندي ثقه جامده جدا جدا في لعيبتي، كلهم جاهزين، كلهم حاضرين، على امل ان احنا نحقق ده وصولهم اهو. يا سمير عكاشه يا نجم، يا سمير عكاشه يا نجم، تمام، ده حق مشروع كل حاجه طبعا، لكن التحضير بقى، ولو عايز تتكلم في امر فني يا كابتن حماده. يمكن احنا شفنا ماتش الوداد ووفاق الصيف في الوداد، الصعود كان فيه توفيق كبير جدا لوفاق الصيف. يعني فريق بيدافع كويس، ولكن فرص كتيرة جدا الوداد يمكن اضاعها. تألق من حارس المرمى مصطفى زغبة، كان نجم اللقاء. صحيح. سوء توفيق من ويليام جابور راس الحربة الوداد، يمكن اكتر من 3 فرص داخل الستة، ولكن التوفيق كان مع حارس المرمى وما كانش موجود مع المهاجم. فريق بيعرف يدافع كويس، يمكن بيقف بخمس لاعبين في وسط الملعب، يعني بيعمل كثافه عدديه بشكل كبير جدا. يمكن هو بيعتمد على عبد المؤمن جابو، لعيب كويس جدا جدا، يمكن هو اميز لعيب في الناحيه الهجوميه، بيلعب ناحيه اليمين. صحيح. ده المميز بالنسبه لهم، عندهم مهاجم قوي اللي هو الحبيب،
ولكن هو الفينش بوكل مونا اسمه الحبيب بوكل مونا مظبوط هو الهداف بتاعهم. الفينش بتاعه مش 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 على المرمى مش، لكن لعيب قوي بيعمل ضغط على المدافعين. يعني هم عندهم قدرات دفاعيه كويسه المهاجمين بيقف في نص الملعب، يعني هيبقى نفس السيناريو اللي اتلعب في ماتش الوداد هو يعمله في مصر هنا، اللي هو دفاع منطقه بيدافع بشكل كويس جدا، بيعتمد على المرتدات ناحيه اليمين، عنده باك ليفت مميز برضو اللي هو هواري فرجاني. فرجاني لعيب كويس جدا. يمكن ده دي الثلاث نقط الموجوده مع حارس المرمى، دولت اميز اربع لاعبين في الملعب عندهم، ولكن عندهم مشاكل دفاعيه كتير. يعني الوداد برغم ذلك كان بيلعب الاطراف بشكل كويس، صحيح يعني وصل بطريقه كتيره جدا وعمل كرات عرضيه كتيره جدا، يمكن الماتش كله كرات عرضيه بيوصل على الاطراف بيعمل كره عرضيه بشكل كويس، لكن ما كانش فيه توفيق. يعني الوداد لو المباراه ماشيه طبيعيه كان ممكن يكسب 3-4 مستريح، يعني اخر وقت الوداد ممكن كان يسجل. يمكن ويليام جابور ضيع اثنين سهلين قوي في 6 ارضه، في 6 ارضه ضيعهم ما اعرفش ضاعوا ازاي. فكان هو صعوده كان فيه توفيق عالي جدا، يمكن هو صعد من المباراه الاولى على ملعبه 1-0 وراح هناك دافع كويس والتوفيق كان معاه قدر يصعد. يعني زي ما قلنا ثلاث فرق التواني في المجموعات هم اللي صعدوا مع النادي الاهلي الاول. بس كل ده حق مشروع للناس كلها، كله هيكافئ ويحارب، وعنده الميزه اللي بيلعب المباراه الاولى بره ملعبه والمباراه الثانيه بره في ملعبه، فاكيد دي ميزه. يعني دايما ميزه ليك اللي انت ازاي ممكن تدافع بشكل دفاعي قوي جدا في مصر هنا. فلازم نخلص المباراه من هنا، المباراه لازم تخلص من هنا. ما تعرفش ظروف الملعب عامله ايه، الجماهير، الشحن. يمكن النادي الاهلي عنده الخبرات الكبيره اللي بيقدر، يمكن هو ادانا امثله كتيره في خلال مشواره القريب مع الترجي، كان النتيجه هنا تعادل لكن قدر يكسب بره. صحيح. فالنادي الاهلي قادر ان شاء الله، بس ان شاء الله ينهي من هنا. يعني مش كل مره تسلم الجر، لا احنا عايزين نخلص المباراه من هنا ان شاء الله. كل مره تسلم ان شاء الله رحمن، بس يعني انت بتتكلم لا احنا عايزين نخلص، عايزين نخلص ان شاء الله من المباراه. طيب اقول لك وجهه نظري برضو في حته المباريات اللي هي بتبقى رايحه جايه، وخصوصا لما يكون فرقتين كبار. بس اعرض تشكيله بس وفاق اسطيف يعني عشان تبقوا انتوا عارفينها. مصطفى زغبه ده حارس المرمى، سعدي رضواني ده الباك رايت رقم 17، هو عبد القادر بدران ده رقم 15 سيرد باك، وربيعي ده سيرد باك ثاني 25 رقم 25، وهواري فرجاني ده رقم 13، اسلا داوودي ده محترف يعني مش جزائري هو، والياس سيدهم ده رقم 6، وسمير عبود ده رقم 21. بيلعب 4-3-3، رشيد الطوسي ده بيلعب 4-3-3، عبد المؤمن جابه ده رقم 10، وهو اللي جاب الجونين على فكره في العين الاماراتي لما كسبوا العين الاماراتي في الامارات 2-1، هو اللي جاب الجونين. هو لسه جاي من النصر السعودي الموسم ده بس مع صحيح. مع وفاق صحيح. وكان في كلام عليه من 3-4 سنين معانا من مفاوضات الاهلي زمان. يعني من 3-4 سنين كده. الحبيب بكلمونه ده رقم 9 الهداف بتاعهم اللي اشار ليه كابتن حماده صدي، ده جايب 4 اهداف، ده الراس حربه الصريح بتاعهم. وحسام الدين غشه ده رقم 29، وده عادة يا كابتن شريف عادة بيستخدمه في المباريات الخارجية، يمكن المباريات الداخلية ما بيلعبوش كتير، لكن المباريات الخارجية على طول بيبدأ بيه. ليه؟ لأن هو بيجيد الحتة الدفاعية كمان بشكل كويس، يعني بيجيدها، يعني عنده حتة دفاعية منظمة شوية زي مؤمن زكريا. يعني الراجل ده هيلعب ب 4-3-3، عنده مشكلة في رغم إنها ميزة في الحتة الهجومية بالنسبة له اللي هو هواري فرجاني يا كابتن حمادة، لكن كمان عنده مشكلة ورا فرجاني الحته دي. اتفضل يا كابتن شريف. هو يعني اخد من اخر كلامك ناهينا عن ان هم فرقه عندها روح المغامره، يعني ما بيلعبوش مستفين نفسهم ان هم هيلعبوا ماتش جيم زي زون ديفنس كده هيستقبلوا النادي الاهلي في ملعب النادي الاهلي بزون ديفنس، لا هم بيضغطوا على الخصم لما بيكونوا بيلعبوا على ارضه وبيحاولوا. الحكايه اللي انت قلت عليها هواري فرجاني مع حسام ده بيعملوا تبادليه حتى في الهجوم وفي الدفاع. هنا كانت فرقه الوداد هي اللي اخترقت من ناحيه اليمين كتير قوي عرضيات ما اكثرها الحقيقه من ناحيتين. فهو المفتاح بتاعنا ان شاء الله الشكل اللي عمله الوداد، اللي هم نجيوا من براسن القوه اللي كانت موجوده في الوداد، وزي ما قال حماده راجل اسمه ويليام داوود ده ضيع بتاع 4-5 تجوان ما يدعوش يا كابتن. يعني احنا لو احنا واقفين كده بالبدل على الاقل، لو احنا عندنا تركيز شويه، الراجل كان متسرع جدا بيحط الكره فوق العارضه، حط الكره في العارضه، حطه مش عارف فين. كان جيبور كانش موفق، كان في حاجه انلاكي يعني غير توفيق. التوفيق كله كان مع فرقه وفاق سطيف. فهل التوفيق ده هيبقى لو احنا كنت بتكلمني على الناس اللي هي المفروض نرشحها زي علي معلول كده من احسن اللعيبه اللي كانت موجوده في الشهر اللي فات، لو فضل في الفورمه بتاعته الضغط على
الاطراف بتوعهم هم اضعف ما فيهم الحقيقه، غير ان هم عندهم روح المغامره في الهجوم دايما. صحيح. عندهم الراجل اللي انت قلت عليه اللي هو إيسا داوودي ده، ده من الناس اللي هي عندها تيمبو في الحركه وعنده ايقاع بيمسك الفرقه، حتى مع الياس سيدوم اللي بيحاول الياس ده يكون شويه فندر وشويه بلاي ميكر، يقدر يطلع الاطراف عندهم. الحكايه دي في حاله ان هم لو لعبوا على ملعب كويس، هم الملعب بتاعهم مش كويس، هم عندهم الكره بتنط عشان الملعب الترتان هو اللي قدامنا على الشاشه ده على فكره، ملعب ترتان الكره نفسها بتجري اسرع من اي ملاعب يقدر يستلمها ترتين. فبتبقى حكايه مشتركه كابتن ريم على طول الكره مشتركه في الماتشات اللي عندهم هناك، تلاقي ما فيش تحكم كبير قوي، فبيبقى في تعويضيا عن انك تفكر في التصويب من بره. الحاجات العرضيه بتتلعب قويه جدا على الارض، جيل صناعي. فهم هيلعبوا هنا اعتقد احسن ما هيلعبوا عندهم في ارضهم، لان هناك الكور كلها مشتركه بين اي فرقه بتلعب مع فاستيف هناك، بيبقى لهم هم حاسين ازاي يستلموا الكوره، ازاي يعملوا الباص مش قوي جدا عشان الكوره بتجري. انما احنا برضو باذن الله هنا في مصر نقدر الشكل اللي هو الدفاع الهجومي بتاعه احنا اللي بنخترقه باذن الله عن طريق المحطه الهجوميه اللي انا بأملها طبعا ان احنا لازم نلعبهم باذن الله. انا عارف ان هو مش هيلعب باثنين فراوده هنا في مصر، برضه اعتقد هيلعب برضه 4-2-3-1 فرقتنا. انما يعني اتمنى في حاله وجود اثنين راس حرب عندنا ممكن يهزوا مع الاطراف بتاعتنا فرقه زي فاستيف. وعلى فكره لما لو دخل فيهم جون او اي حاجه انا اتفرجت عليهم برضه بيفكوا يا كابتن سيد، مش من الفرقه اللي هي بتعظم وتقف على حيلها تاني، لا بتاخد لها بتاع ربع ساعه تلت ساعه بل ما بتلم نفسها تاني. الخضه بتاعه الجول عندهم بتفرق معاهم كتير قوي، تحس انهم بتسلبوا القوه بتاعتهم مع احراز اي هدف في وسطهم. فانا بتمنى ان احنا يكون لنا سبق الاحراز هنا، وهيبان بقى هيبان لك انت القوه بتاعتهم في عبد المؤمن جابور اللي انت بتتكلم عنه ده، اللي هو بتاع ناحيه اليمين ده، هو ده الراجل اللي بيبقى عنده انديفيدوال، يعني عنده الحرفه الانفراديه ان هو عايز يهز اي ديفنس بيلعب عليه. فاعتقد احنا لو برضو عرفنا نخرج الحبيب ده بره منطقه الجزاء عندنا، يعني ما ينفعش يخش لغايه العمق عندنا عند اي اثنين، هيلعب ايمن اشرف اذا كان وكوليبالي، ما ينفعش اوصله لجوه يا كابتن او في العمق لغايه عشان هم عشان هم بيحصل ان في ناس بتنزل من تحت الفراوده بتعمل زياده عدديه، وهم عندهم صنعت ازاي يصوبوا كتير، عندهم الفكر ده، عندهم الكره بتصلحوا لبعض عشان يجي واحد اذا كان ناحيه اليمين عبد المؤمن ده شفته كتير. ده الجون على فكره يا كابتن، بص ده الجون طبعا وقفك الصيف اللي هي لابسه ابيض على طول، ده الجون. الكره بتجري ازاي على الارض؟ يعني بص شايف ما فيش بص يعني حته الباك ليفت دي اهو، ده اللي انا بقولك التهور والمغامره بتاعتهم اللي بيطلعوا من ناحيه الشمال فبيفضوا الناحيه دي كلها. ففي رد فعل اهو في كونتر اتاك، وصلوا 4-5-2-3 بس من ناحيتهم، قدر ان هم يتفوقوا عليهم ويحرزوا فيهم هدف. الحاله التعويضيه في ملعب زي ده هناك بتبقى ملهاش غير حلين، انك بتلعب الكوره عرضيه قويه جدا ويكون عندك اكتر من مهاجم موجود جوه منطقه الجزاء. فاحنا بنتمنى من هنا باذن الله نتوافق بدري ان احنا نجيب جول. هم لما بيجي فيهم جول بتفقدوا اعصابهم، ما بيبقاش عندهم الميكانيزم اللي هو يقدر يكمل معاك ال 90 دقيقه بنفس الاحساس بتاع المدرب بتاعهم، يعني بيبقى مديهم قال النادي الاهلي كويس، عارف لعيبه النادي الاهلي كويس، بيضغط على النادي الاهلي، لا مش هينفع هو اللي يضغط عليا يا كابتن. يعني لازم احنا اللي باطرافنا وبالكوره اللي لعبناها في لبنان مع النجمه اللي هي عدم الباص الميس باص كتير، التفوق اللي كان موجود عندنا في نص الملعب من وليد الحقيقه ومن اي حد هيلعب في المباراه، شايفين بعض بنعمل مثلثات، هشام محمد اللي كان هيلعب مع عصام عاشور مع حتى الغيابات اللي موجوده الاهلي بما حضر، يعني مهما انا اكلمك احنا هناخد الرؤيه الاخرانيه بتاعتنا احنا في الايقاع الجماعي اللي احنا كنا بنلعبه هناك في لبنان، نقدر نعوض بيه اي شكل تعويضي لاي حد هيكون مش موجود. بس انا بتمنى برضو يا كابتن احنا يكون عندنا اكتر من مهاجم جوه منطقه الجزاء كباتن، يعني يا رب يكون عندنا الفكر ده. دليل على كلامكم داخل فيهم 9 تجوال في التصفيات، العرضيات كمان خطيرة عليهم جدا، يعني العرضيات عندهم ضعيفة جدا، ولازم نستغل الحاجات الثابتة، الكوات الثابتة، طلوع كوليبالي في الضربات الثابتة مهم جدا في الماتشات اللي زي دي، الضربات الثابتة بتنهي ماتشات كتيرة يعني. واحنا عندنا ناس بيجيدوا الضربات الثابته سواء من العجناب او من ضربات الركنيه يعني. طيب يعني عارف دايما في مسرحيه رايوز كده، فاكر لما قالت له ايه خبط بالعقل بالعقل، يعني دايما في المباريات اللي هي بتبقى قريبه من النهائيات يبقى في قلب جميل طبعا وروح وحماس وكل حاجه، لكن في عقل كمان، مباراه بتتاخد بالروح بالعقل والقلب.
قلب منتهى الحماس والجديه والاصرار، لكن كمان يبقى في عزم. افكر كويس في الملعب طبعا، غصب عنك شغال في العقل كويس، كويس قوي ان النتائج يعني 0-0 احسن من 1-1 مثلا طبعا. سيبك ان الاهلي كل مره بيروح يعوض، لكن زي ما قال كابتن احمد يعني انت بتتكلم على الحسابات الطبيعيه العاديه. الاهلي بيعمل الاهلي بيعمل فوق الطبيعي، الاهلي بيعمل مش طبيعي. بعدين لعب في الجزائر غير اللعب في اي حته ثانيه. لازم التقييم بجد، التقييم بجد لماتش الوداد اللي الوفاق لعبه هناك. ما تقيمش ماتش في الدوري، ماتش الدوري اكيد في ملعبه بيبقى اندفاعاته بتاعته، ولكن انت لا انا على قصدي على النادي الاهلي اكيد يقيم ماتش الوداد، هو دوت المقياس بالنسبه لك. ازاي بتشوف الكره بتطلع معك. ازاي الكره بيطلع بكره كويس جدا، اتفق معاك طبعا. تحول من التحول السريع من الدفاع للهجوم، بيبقى فيه سرعات عندهم وبيعرفوا يطلعوا باثنين ثلاث لعيبه بشكل كويس جدا. ده حصل وضيع هدفين في مباراه الوداد بالكور المرتده بالنقله السريعه، بيعرف يطلع بالكوره يعني بيطلع بالكرة بسرعة بتمريرة سريعة للطرف اللي هو عبد المؤمن جابه، ده بيشتغل بشكل كويس، ونص ملعب بيعرف يمسك الكرة يعني يستحوذ في وسط الضغط بشكل كويس، هو بيلعب زون ديفنس. فلازم ده الكلام ده كله يدرس بشكل كويس، يبقى انت عارف هو بيلعب على المرتد، بيلعب المرتد القوي السريع اللي قدر في مباراة الوداد يوصل بكورتين انفراد ما بيخافش. طيب اقول لك ليه انا بقول كده يا كابتن ابراهيم، لان انت طالما وصلت لقبل نهائي يعني ما تتوقعش نتائج كبيره. سيبك من مباراه النجم الساحلي السنه اللي فاتت لانها مش مقياس، مباراه النجم الساحلي 6-2 هنا في القاهره طبعا ما تاخدهاش مقياس، لكن خليني اقول لك على مثلا البطولات اللي انت خدتها. مثلا في 2005 تمام، المباراه اللي قبل النهائي كانت مع الزمالك ذهابا وايابا، انت فزت 2-1 وفزت 2-0، لكن النتائج قريبه اقصد يعني فرق جون مش حاجات صعب. في 2006 مثلا، في 2006 انت مع انيمبا مثلا متعادل بره 0-0 وكسبان جوه 1-0. في 2008 ايه اللي متاخدني الذاكره، ممكن يبقى الاتحاد الليبي، ممكن يكون الاتحاد الليبي تكسبه هنا 1 مش عارف الفرقه مين في 2008 لو يقدروا يجمعوني. في 2012 سانشاين هنا مثلا في قبل النهائي انا اقصد كسبان 1-0. في 2013 متعادل 1-1 مع انا بقول البطولات اللي خدها الاهلي متعادل مع القطن الكاميروني 1-1. فاذا لما بتوصل للمرحله ديت النتائج ما بتبقاش كبيره قوي، فالفوز 1-0 كويس مش مشكله بالظبط تمام، الفوز 2-0 هايل ممتاز تمام، اهم حاجه ما تستقبلش اهداف. فالعقل اللي انا كنت اقصده في بدايه السؤال يا كابتن، ما هي وانت بتلعب الماتشات النهائيه لازم يبقى في توازن بين الدفاع والهجوم، زي ما بيقولوا الكباتن هم كويسين قوي في الكور المرتد، فما ينفعش ان انت تندفع بالهجوم بكل الخطوط بتاعتك وتسيب الدفاع مكشوف. لازم يبقى فيه وانت بتهاجم لازم تبقى مامن دفاعاتك 100% اتقاء للهجمات المرتده اللي هم بيجدوه، لان لو هم جابوا فيك جون هنا مشكله كبيره، يبقى لازم انت تضغط عليهم من بدايه الماتش بعدد وافر من المهاجمين مع تامين الناحيه الدفاعيه باكثر من يعني لازم يبقى في واجبات دفاعيه للاثنين الديفندر بالذات بحيث يامنوا، واحنا بنهجم يبقى لازم تامين منهم 100%. بنهجم من اليمين يبقى لازم مثلا حسام عاشور يبقى مامن الناحيه اليمين، بتهجم من الناحيه الشمال يبقى لازم مامن من الناحيه الشمال بديفندر عشان يتقي الهجمات المرتده بتاعته. لازم يبقى في العقل وانت بتلعب الماتشات النهائيه زي ما انتوا بتقولوا يعني. تمام مكملين معاكم، بس نروح لتقرير خاص بمواجهه الاهلي مع الفرق الجزائريه ونرجع معاكم مع كابتن ابراهيم وكابتن شريف وكابتن حماد. التقى الفريق الاول لكره القدم من نادي الاهلي بالفرق الجزائريه على مدار 17 مباراه في مختلف مسابقات البطولات الافريقيه بدوري ابطال افريقيا وكاس افريقيا للانديه ابطال الكؤوس والسوبر الافريقي. حقق نادي القرن الافريقي الفوز في 8 مباريات، تعادل في 5 مباريات فيما تلقى 4 هزائم. المواجهة الأولى كانت مع بداية مشاركة الأهلي في البطولات الإفريقية وتحديدا في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري في نسخة عام 1976 عندما التقى الأهلي بفريق مولودية الجزائر الذي بدوره تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 3 أهداف من دون رد ليفوز الأهلي إيابا بهدف من دون رد وليودع منافسات البطولة. انتظر الأهلي 8 أعوام ليضرب موعدا جديدا مع فرق الجزائر في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس نسخة عام 1984 مع نادي مولودية العاصمة الجزائرية لحساب دور الثمن النهائي للبطولة.
خسر الأهلي لقاء ذهاب الجزائر بهدف نظيف، وفي القاهرة فاز الأهلي بنتيجة 3 أهداف لهدف وصعد الأهلي لدور الثمانية. ثم التقى المارد الأحمر بوفاق سطيف في دور النصف النهائي لبطولة إفريقيا لأبطال الدوري نسخة عام 1988 في ثالث المواجهات مع الفرق الجزائرية. خسر الأهلي لقاء ذهاب في الجزائر بثنائية نظيفة، وفي القاهرة استطاع تعويض الهزيمة بالفوز بهدفين نظيفين ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح من نقطة الجزاء التي منحت بطاقة تأهل لوفاق سطيف. واجه الأهلي فريق شباب بوليسداد في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا في نسخة عام 2001، فاز الأهلي في القاهرة بهدف حسام غالي، وفي الجزائر كرر فوزه بهدف من دون رد، وأكمل الأهلي مشوار البطولة وفاز بلقبها. بعدها التقى الأهلي مع اتحاد العاصمة في بطولة دور الأبطال نسخة 2005 لحساب دور الثمن النهائي، وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز في الجزائر بهدف محمد بركات، وتعادل في القاهرة بهدفين لكل فريق، أحرز أهداف الأهلي عماد النحاس وعماد متعب. تقابل الأهلي مع شبيبة القبائل في دور مجموعات دور الأبطال نسخة 2006 في القاهرة، فاز بهدفين نظيفين أحرزهما أحمد صدي وأسامة حسني، وفي الجزائر تعادل الفريقان بهدفين لكل فريق أحرز هدفي الأهلي محمد أبو تريكة. تجددت المواجهة بين الأهلي مع شبيبة القبائل في دور مجموعات دور الأبطال نسخة 2010، فاز الأهلي في الجزائر بهدف نظيف، وفي القاهرة تعادل الفريقان بهدف لكل فريق أحرز للأهلي محمد ناجي جدو. في نسخة 2011 من دوري الأبطال التقى الأهلي بمولودية الجزائر في دوري مجموعات دوري الأبطال، فاز الأهلي في القاهرة بهدفين نظيفين أحرزهما عماد متعب، وفي الجزائر تعادل الفريقان من دون أهداف. في عام 2015 الذي كان شاهدا على آخر مواجهات الأهلي بفرق الجزائر بعدما التقى بفريق وفاق سطيف في إطار منافسات كأس السوبر الإفريقي، فرض التعادل الإيجابي نفسه بهدف لكل فريق في نتيجة المواجهة التي حسمها بطل الجزائر بفضل ركلات الترجيح من نقطة الجزاء بنتيجة 6-5. لاعب هم اللي هيخوضوا مباراة وفاق الصيف اختارهم كارترون. خلينا اقولها من حضراتكم سريعا: شريف اكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي، باسم علي واحمد فتحي ومحمد هاني، سليف كولوبالي، ايمن اشرف، صابر رحيل، علي معلول، حسام عاشور وهشام محمد، اكرم توفيق وكريم ندفد واحمد حمدي ووليد سليمان ومؤمن زكريا واسلام محارب واحمد حمودي وناصر ماهر وصلاح محسن ووليد ازار. يبقى ناصر ماهر بيعود من جديد للنادي الاهلي والدخول في معسكر استعدادا لمباراة وفاق الصيف قبل نهائي بطولة 2018، البطولة الأكبر طبعا والأقوى إفريقيا هي بطولة دوري أبطال إفريقيا. كابتن حمادة، الأرقام حلوة والدنيا جميلة وكل حاجة، لكن طبعا يبقى توفيق الملعب يعني. إن شاء الله. مواجهة وفاق الصيف كيف يراها كابتن حمادة صفوت؟ فنيا بقى. فنيا يمكن شرحنا بعض النقاط اللي بيستغلها وفاق الصيف في مباراة خارج ملعبه، لك بيلعب زون ديفنس. بيكتل عمق الملعب بشكل كبير جدا بعدد كبير من اللاعبين، بدليل لما بيلعب الوداد، الوداد اشتغل من الاطراف، ما عرفش يشتغل من العمق، بس عارف يوصل من الاطراف بشكل كويس جدا. هو بيعمل تكتل في وسط الملعب بشكل كبير جدا، ولكن الاطراف عنده لازم استغلها انا بشكل كويس. لازم الهجمه المرتده اللي عليها لازم ابقى واقف، اللي هي الكره الثانيه اللي النادي الاهلي مميز فيها ان شاء الله، يبقى مميز فيها اللي هو يقف كويس جدا، بالذات مع اللعيب عبد المؤمن جابه، ده لعيب كويس جدا. الباك ليفت يمكن شفناه، يمكن هو لما بيعمل تقدم على الاطراف بيتقدم الباك دوت، ممكن يشتغل في ظهره بشكل كويس جدا. حارس المرمى جيد يعني، عمل مباراه يمكن من اسباب صعود وفاق سطيف حارس المرمى اللي هو مصطفى زغبه، ده حارس جيد، ولكن المشاكل موجوده في قلب الدفاع، موجوده يعني. لما وصل من الاطراف كان في تواجد لويليام جابور بشكل كويس في داخل ال 18، اكثر من فرصه جات ليهم يعني، هو كان موفق في الصعود في المباراه مع الوداد. زي ما قلنا الحسم لازم يبقى موجود هنا. طبعا ليه هشام محمد وحسام عاشور؟ اكيد التشكيل يمكن احنا عارفين يعني، الجمهور كله عارف التشكيل، مين التشكيل اللي هيلعب بالمباراه
الاثنين اللي ماشيين بشكل كويس حسام وهشام بيأدوا بشكل كويس قدامهم وليد. يمكن وليد مش من صنع اللعب اللي هو في جنبهم قوي، لكن وليد بيلعب من فوق بشكل كويس من قدامهم، قدام مع بيبقى راس حربة تاني تحت وليد ازارو بيشتغل كويس على الاطراف. الثلاثه والاربعه اللي قدام هم اللي هيحركوا الدنيا. الاطراف زي ما اتكلمنا في مباراه النجمه قلنا الاطراف مهمين جدا، احمد فتحي وعلي معلول ليهم دور كبير جدا في التكتل اللي بيحصل ده. المساحات اللي عملها اسلام محارب، لو لعب مثلا مؤمن، الناس اللي على الاطراف واشتغل اعمل جبهات بشكل كويس، بس محتاجين تواجد داخل ال 18 يعني محتاجين وليد ازارو في تحركاته، يبقى وليد من تحتيه، وليد سليمان، هشام محمد بيكمل، يبقى عندنا كثافه في الناحيه الهجوميه، والناس اللي واقفه ورا واقفه بشكل كويس عشان الهجمه المرتده اللي هو بيعتمد عليها مش هيلعب غيرها. يعني ما اعتقدش ممكن هو يغير طريقه لعبه خارج ملعبه، يعني زي ما شفناه في الوداد وهو نجح ووصل، بس كان التوفيق حليفه طبعا. في مصر لازم حتى انت زي ما قال كابتن شريف الفرقه ده لما تجيب اهداف بدري من اول ربع ساعه تركب المباراه هتعرف تخلخل الدفاع اللي عنده. ممكن هو يلعب برضه يقول لك اخسر 1-0 يعني برضه هيبقى فيه شويه، ولكن انت لازم تقضي عليه من هنا، يعني المباراه تبقى صعبه جدا هناك بشكل كبير جدا. الماتش الثاني بيكسب بيصعد النهائي، الاجواء وقصص بالظبط كده. فطبعا مباراه لازم فيها تركيز عالي جدا من اللاعبين. طيب على ذكر مصطفى زغبة اللي حضرتك اتكلمت عليه، ده صد 31 او تصدى ال 31 تسديده من دوري المجموعات في 6 مباريات ومباراتين يعني 8 في 6 مباريات ومرتين يعني 8 31 تسديده داخل المرمى او في محيط المرمى يعني، فده يبين ان هو مع انه ستايله مش انا شفت ستايله مش حلو، بس رايح بيطلع هنا مطلع العرضي عنده الروح يعني في حركه بتحرك كويس جدا صحيح. وعنده شجاعة في الانفرادات بيطلع بشكل كويس، يعني أكثر من كورة مطلعها يعني كان موفق. طيب كابتن شريف من الحاجات اللي ميزتنا قوي قوي في المباراتين اللي فاتوا الاستحواذ. طبعا. يعني أسبابه بقى من وجهة نظرك، وهل يلعب الأهلي بنفس الطريقة اللي لعب بيها قدام حورية والنجمة ولا يغير؟ لا خلاص احنا بات علينا إن احنا أهم حاجة بس إن يكون اللعيبة اللي موجودة بتاخد أول 45 دقيقة اللي هو القوام الأساسي اللي هيلعب بيه يكون اللعيب كلهم سلام. يعني عندنا حاله بدنيه سليمه في الملعب، نهينا عن اي اسم اي نجم موجود، بس اهم حاجه ان النجم ده ما يبقاش مصاب، ما يبقاش نازل نص نص مع فرقه زي دي مع موقف زي سيمي فاينل زي ده. انا بعتبرها ده بطوله، البطوله الماتش اللي بيوديني البطوله الحقيقه من هنا، انا اقدر اعمل اي حاجه هناك عندهم، اقدر العب شباب مع الخبره هناك، اقدر الف تاليفات على اللي هشوفه في الواقع اللي هقابله انا هنا. انما هنا ان شاء الله انا اهم حاجه عندي اللعيبه تبقى سليمه كلها اللي هتنزل تخوض المباراه. يعني ينقي الاصحاء، ينقي الحاله البدنيه القويه، مش هلعب على الماضي. انما سؤالك انت ليا بالنسبه لي ايه التفوق اللي احنا عملناه؟ كان فيها كابتن هناك في الماتشات اللي احنا لعبناها الاخيره تقارب في الخطوط جميله جدا، مثلثات ملعوبه زي ما قال كابتن احمد هشام محمد، كان بيعمل عنده لغه مع وليد سليمان وازارو مع كان وليد سليمان واسلام كان اسلام محارب معانا، اسلام محارب كان حمودي حتى الناحيه الثانيه مشوه. كانت اللعيبه كلها عامله تقارب للخطوط، كل واحد بيجي ولاعب معاه بيقرب منه بيطلب منه الكوره، بيحاول يترجم له الوان تو، بيحاول يعمل الكوره اللي في العمق. فرد على سؤالك ده ان اللعيبه كلها كانت متقاربه من بعض، مفيش الميز باص اللي انت شايفه، وفي حرفنه يعني في الحرفنه يعني التالنت اللي احنا قاعدين نتكلم عليه وليد سليمان دلوقتي بيعرف يعدي من واحد واثنين ويعمل الثغره، الثغره اللي هي بتعمل لي انتقال. طيب انت زمان وليد سليمان واسيبك تكمل، وليد سليمان احنا كنا طرحين طبعا، انت احنا 30 سبتمبر النهارده في اخر كل شهر بنقول نجم الشهر، مين نجم الشهر من وجهه نظركم؟ من خلال 4 مباريات خاضها الاهلي الشهر ده، 2 سبتمبر كانت مباراه الانتاج الحربي لو تتذكروا بالتاكيد، وبعدين ثم مباراتين مباراه حوريه الغيني ذهابا وايابا ومباراه النجم اللبناني. مين كان نجم الشهر من وجهه نظر الناس اللي متابعانا وبتشوفنا في قناه الاهلي وعبر الفيسبوك بتاعنا قناه الاهلي صفحه قناه الاهلي؟ وليد سليمان ولا وليد ازارو ولا علي معلول؟ كل انا اسف النهارده ما قدرتش اقرا كتير، لكن او ما قريتش خالص، لكن الناس كلها رايحه لوليد سليمان. ليه وليد سليمان من خلال ارقامه؟ اتفضل كمل. خطف الانظار الحقيقه دي ارقامه، دي ارقامه يا كابتن. اتفضل. يعني الحقيقه هو خطف الحكايه بفعل، خطف الحكايه ان هو يعني بيديني امان حتى عندما بيقود هجمه، شايف الملعب كويس قوي، عنده حريه التصرف في الكوره زي ما هو عايز، رجعت له ثقه
كانت رايحه منه من قبل كاس العالم، وكان في كلام على وليد يروح كاس العالم. كابتن شريف يستحق يروح كان يستحق ان هو الحقيقه ان يكون على الاقل البديل اللي يفيد منتخب مصر ايامها، حتى لو ما كانش عايز تدي بيه، فكان يستحق من ايام كاس العالم اللي فات ان يكون هذا اللاعب موجود يحمل شارط مصر في كاس العالم. هو دلوقتي الثقه اللي رجعت له دي الحقيقه في غياب لعيبه كبيره قوي كابتن ابراهيم جنبه وهو متعود عليهم من السنه اللي فاتت، لا هو النهارده شايل شايل غيابات كتير قوي. اجاييه مش موجود، راجل شايل غيابات اجاييه الحقيقه، بيلعب بلاي ميكر، بيلعب بلاي ميكر، بيخش ناحيه اليمين ومع احمد فتحي ويعمل جبهات ويخش يعمل اي ثغره، يخش يعمل اي جمله. احنا دلوقتي ما بقيناش عندنا اللغه غير زي ما احنا 3 4، احنا بنلعب 4 2 3 1، احنا مش مغيرين لحد دلوقتي اي سيستم الحقيقه عن السنه اللي فاتت. صحيح. غير ان احنا بيقع مننا لعيبه، واللعيبه اللي موجوده رجاله بتعوض. حتى حمودي لما رجع ودخل الفورمه وهو مش في الفورمه كمان، قدر بحتتين حرفيات من عنده او اللي هو يملكه، اللي هو يعني عدى من واحد ولعب عرضيه وجبنا الجون الاولاني اللي خلانا بعد كده في ماتش حريه نعمل الاربع اهداف والزياده. فكل واحد يملك حته، حتى اسلام محارب عنده الملكه ان هو يخش جوه ال 18 ويكمل في العرضيات ويدي فرص للناس. صحيح. ان الناس تشوفه اللي هو كان ساعات بيعملها سوليه، وسوليه متعور. فاللي انا عايز اقوله ان اللعيبه بتاعتنا ما شاء الله الحمد لله، اي الاهلي بما حضر زي ما بنقول، اي لعيب بينزل بيبقى على بيقدم دور كويس قوي، بيقدم حاجه حلوه اللي عنده كله، ما بيبخلش. والثقه اللي هي بتوصل له زي ما وصلت لوليد ان شاء الله تتبث في اللعيبه كلها. علي علي انا شايفه حتة الديفندر اللي عنده اللي ناقصه سنه، فبقى ايمن اشرف بيميل ويعوض، كوليبالي بيعوض. كوليبالي وتقاربه من الخطوط مع نص الملعب وهشام محمد عامل لغه تطمين للديفنس بتاعنا. محمد شناوي الحمد لله ما بتحصلوش زيارات كتير، فعلى طول فريش بياخد الكره العاليه، بس عايش على طول، عايش الحكايه على طول، بياخد الكره العاليه اللي هي تحبط اي حد، ان مش ممكن هيتعمل علينا عرضيات غير في الماتشات زي دي. صعب قوي انك انت هيبقى في واحد ضد واحد، هتلاقي عندنا احنا هنا في الملعب التفوق باذن الله، الارتداد السريع، كل اللعيبه بتعوض بعض. فاللعيبه لو عوضت بعض وزي ما احنا قلنا الحاله البدنيه مرتفعه، باذن الله هنوصل في التوفيق في اول 20 دقيقه بكورتين لوليد اثاره لو توفق فيهم كابتن سيد، امنحني هدفين وانا هنتكلم بعد كده ومع بعض ان شاء الله ونقول. يعني فاكرين لما كنا بنقول احنا ان شاء الله لو في اول 20 دقيقه جبنا هدفين هيحصل ايه؟ مش هلاقي فرقه وفاق، هيتخبطوا ببعض، وانت ممكن تعمل الهيفي سكور يعني اللي نفسك فيه، لانك تملك الاجناب وتملك منطقه الجزاء، ان عندك لعيبه بتعرف لغه الاهداف شكلها. لا طيب. هي تكمله لكلام حضراتكم برضه، مجموعه اللعيبه اللي موجوده سواء الاساسيين او الاحتياطي عندهم وعي تكتيكي عالي جدا جدا، بيتحركوا من غير كوره للمساحات الخاليه بحيث بيسهلوا على الراجل اللي محتفظ بالكوره انه يلعبها من لمسه ومن لمسه واحده، وبالتالي بيقدروا يوصلوا باسرع وسيله لملعب الخصم، وبيقدروا يخلقوا الثغرات في دفاعات الخصم، وبالتالي ممكن تتهيأ لنا اكثر من فرصه لتسجيل اهداف عن طريق اللعب السريع والتحرك بدون كوره. ملكه طيب الاستحواذ موجوده. نعم، ملكه الاستحواذ موجوده. سهله، ادام بتحرك الكوره بتاخد الاماكن المناسبه خلاص. الاستحواذ على وليد اضرب وسط اثنين يا كابتن سيد، من ناحيه الشمال انا كنت في الملعب بقى وشفت وليد سليمان ده بيروح لاعب الكره موزه كده من ناحيه ده، والراجل وسط اثنين بتروح له على راسه، يعني ايه كميه دكة التركيز وكميه انه شايف دقه كمان، دقه والتركيز اللي هو شايفه مع زميله، وزميله متاكد انه هيلعبها له، فبياخد التكوف يعني. طيب عشان برضو ندي وليد سليمان حقه، خلينا ده واخد نجم الشهر، يعني هو من اربع مباريات لعب ثلاثه، فاعرض لنا برضو الارقام عشان اقولها للناس. لعب ثلاثه، لعب في مركزين، مركز الجناح ومركز صانع الالعاب اللي هو رقم 10 يعني. دقايق اللعب بالنسبه له كانت 215، احرز هدفين، صنع هدفين، صنع فرص كمان ما جاتش اهداف اربعه، دقه تمريره 77%، عرضياته اربعه، تمريراته الطوليه 15، محاولاته على المرمى خمسه، دقه المحاولات 60%، قطع الكرات 17، حصل على اخطاء 8. رجل شهر او رجل شهر سبتمبر في النادي الاهلي وليد سليمان، تستاهل يا ابني كل التحيه والتقدير بصراحه، واحد من الناس النجوم المميزه جدا جدا. هطلع اشوف كابتن محمد يوسف، او هنطلع كلنا نشوف كابتن محمد يوسف قال ايه عن اللقاء، وبعدين عندي سؤال هنشترك فيه كلنا، كيفيه فك يعني
التلاحم والترابط والدفاع المنظم اكيد والجماعي الخاص بوفاق الصيف ورشيد الطوسي هيعملوا ازاي من خلال رؤيه كابتننا كابتن ابراهيم وكابتن حماد وكابتن شريف؟ هل التسديد؟ هل بقى المراوغه؟ هل الانتشار على الجناب؟ هل الباكين؟ كل ده من خلال نجوم. انا بقول للجمهور طبعا ان احنا عندنا مباراه مهمه جدا ان شاء الله يوم الثلاث، ودي مباراه قبل نهائي افريقيا او قبل نهائي اغلى بطوله عندنا. عايز اقول طبعا لجمهور الاهلي ان هو العامل الاساسي في الفوز بالبطولات على مدار كل سنين وعمر النادي الاهلي من 1907 لغايه يومنا هذا. فطبعا الجمهور الاهلي دايما ليه كلمه وليه عامل كبير جدا في الفوز بالبطولات. انا بقول لهم ان احنا مستنيينكم الثلاث، وعايزهم يشجعونا ويشجعوا الفرقه ويشجعوا اللعيبه ويركزوا مع الفرقه بس، ما يركزوش في اي حاجه تانية، ما تخليش اي حد اي حاجه تشتتهم او تاخد من مجهودهم. جمهور النادي الاهلي جمهور عظيم وجمهور بيساند فرقته في اوقات الشده واوقات كمان اللي بيبقى فيها فرح، الاثنين الوقتين بيبقى موجود. فانا بقول لهم ما تخلوش اي حاجه تاخد من تركيزكم، خليكم مركزين معانا ومركزين مع الفرقه وشجعوا الفرقه في كل الظروف، ومستنيينكم ان شاء الله يوم الثلاث في استاد السلام ان شاء الله. اهلا بكم من جديد والجزء الاخير بحلقه النهارده من ملعب الاهلي. كابتن ابراهيم، كان سؤالي قبل ما نطلع نسمع كابتن محمد يوسف، تفك كرؤيه فنيه لكابتن ابراهيم عبد الصمد مباراه زي كده المتوقع فيها ان فرقه جايه عايزه تحقق نتيجه بالتاكيد، وده حقهم اكيد يعني، فهتلعب يعني اكيد حته دفاعيه، ترابط دفاعي، خطوط متقاربه، الميل اكتر للجزء الدفاعي، وده وضع طبيعي، هتلاقي حتى في نص ملعبهم اكتر شويه، تفكها ازاي يا كابتن ابراهيم؟ في اكثر من طريقه لفك الطلاسم الدفاعيه اللي هم ناويين يعملوها ان شاء الله باذن الله. اولا لازم تلعب على الاجناب على قد ما تقدر، على اساس تقدر تعمل جبهات ناحيه اليمين من عند احمد فتحي وجبهه من ناحيه الشمال من عند علي معلول. من لو تفك الطلاسم من الاجناب، واحنا عندنا ناس بيجيدوا ضربات الراس في الحاجات العرضيه. تاني واحدة التصويب من خارج خطوط ال 18، دي برضو عشان تقدر تفك الناحية الدفاعية اللي هم عاملينها. اللعب المباشر ما تحضرش كتير، يعني مش عايزين التحضير كتير في نص ملعبنا، لان انت هتديهم فرصة الارتداد بسرعة لو هم كانوا هاجمين، هتديهم فرصة في الارتداد وتنظيم صفوفهم ويتقوقعوا جوه ملعبهم. يبقى لازم ما تحضرش بعدد كبير من التمريرات في نص ملعبك، لازم يبقى التمرير دايما لقدام عشان تقدر تفك الطلاسم الدفاعيه اللي هم عاملينها. في ثلاث حاجات اللي نقدر نعمل: اللعب المباشر السريع، التحرك بدون قوه، لازم يبقى تستغل الحته دي عشان تقدر توصل لملعبهم في اسرع وقت. طيب كابتن حماد، عايز تضيف حاجه على اللي قاله كابتن ابراهيم يعني من وجهه نظرك؟ يعني نفس السكه طبعا، نفس الكلام، حته الاطراف مهمه جدا في التكتل الدفاعي. زي ما قلت لك هو بيلعب بيخنق العمق بكثافه عرضيه كبيره. انت عندك مفتاح لعب علي معلول، هو عنده مفتاح لعب عبد المؤمن برضه ناحيه علي معلول. فهي مين هيكسب في دي؟ هو اكيد يبقى في تراجع عندهم عايز يقفل لك، يعني اكيد هيلعب على وليد سليمان، اكيد اتفرج على وليد سليمان في الماتشات اللي فاتت كلها كده، هتلاقيه ليه رقابه، تلاقيه في ضغط جامد جدا في نص الملعب، في نص ملعبه هو. يعني هو عارف منطقه التحضير بتاعه النادي الاهلي هي من عمق الملعب، يعني هشام محمد، حسام عاشور، وليد سليمان هم اللي بيحضروا التحضيره بتاع الهجوم، يعني الاستحواذ ونقل الهجمه من دول هم اللي بيشتغلوا تحرك وليد سليمان. انت لازم يبقى عندك سرعات والتمرير يبقى سريع شويه وضرب الخطوط، واهم حاجه تشتغل على الاطراف. الاطراف هو سلاحك، ازاي؟ زي ما قلنا قبل كده ان اسلام محارب او مؤمن اللي هيلعب، يعني ازاي بيخش مع احمد فتحي طالع، ازاي اعمل فضي مساحه لعلي معلول يشتغل فيها. علي معلول عنده حلول، بيطلع من بره يدخل داخل الملعب بيشتغل دبل باص، التحركات بتاع وليد ازارو عشان يفضي مساحه لوليد سليمان، هي دي النقل السريع، الاستحواذ السريع لو في بطء عندك لصالحه هو. فانت لازم عندك النقل بتاعك سريع، تدوير الكره في سرعه شويه، وما عندكش شغل غير على الاطراف. عمق الملعب هتلاقيه مقفول، مساحه لوليد ازارو اللي هو بيشتغل فيها مش هتلاقيها، فمحتاج برضو المهاره، محتاج الاستحواذ، محتاج الناس اللي على الاطراف لهم دور كبير جدا، كان اسلام محارب او مؤمن او احمد حمودي لو لعب حسب اختيارات مستر كارتيرون للاطراف. اكيد وليد ازارو ان شاء الله موجود، ووليد سليمان واسلام محارب، يا اما بقى مؤمن يا اما احمد حمودي، والاثنين الديفندر اللي هو حسام عاشور و
وهشام محمد اللي عندهم القدره على الاستحواذ. واكيد سليف كولبال وايمن هم ده الفريق اللي جاهز بالنسبه لنا او الحاله الجيده للمجموعه دي الموجوده. هو اكيد درسه كويس، ما هو في الملعب هو عارفك وانت عارفه كويس، بس مين اللي هينفذ في الملعب؟ مين القوه اللي تبقى موجوده داخل الملعب؟ القتال على وصول النهائي والتحركات والوعي زي ما انت قلت. الماتشات دي محتاجه عندك قلب جامد، ولكن عندك عقل بتفكر كويس. كابتن ابراهيم قال لك التيم عنده وعي تكتيكي عالي، اللعيبه كلها اللي بره واللي جوه من الخبرات اللي خدوها، فلازم الخبرات دي انا بجيبها محتاجه في الماتش اللي زي ده، محتاج الخبرات هي الماتش اللي ده والعوده ان شاء الله. ان شاء الله احنا. طيب كابتن شريف تضيف حاجه؟ والله ما تسيبوش حاجه، ما تسيبوش حاجه. تسديد، انت مالك التسديد ومالوش لا كابتن انا لسه بقول لك التسديد ده اول واحد قال لك انت كيف التصوير دي؟ ليك عندي منجايه من بتاع كابتن شريف. انا هقول لك على حاجه، ليك عندي منجايه من بتاع كابتن شريف. ما قلتش، انا هقول لك على حاجه. هو دايما احنا بنلعب على الناس اللي زي ما قالوا الكابتن ابراهيم والكابتن حماده، العين على ازارو والعين على طبعا وليد والعين. احنا عايزين يعني لو اللعيبه تفكر في بعض، يعني يفكروا في الزياده العدديه اللي هي انا لما بتبقى كره ملعوبه عند ازارو ومسك ازارو يلاقوا بقى اثنين جايين له على خط ال 18 يصلحهم، زي اسلام محارب كده ما عمل مره فراح جايب واحده لطشه بس كان عنده حريه. احنا عايزين المره دي يبقى تحت ضغط وبيشوط بقوه، تصلح له كوره وهو جايب وشه عاملها ببطن رجله بقى عاملها. يبقى في النهارده حاجه زياده حصلت علينا ان احنا بنقرب من وليد ازارو شويه، ما نبقاش عندنا نص ملعب بعيد عن الحته الهجوميه اللي عندنا، هو اللعيب ده بيلعب لوحده. عايزين العرضيات دي لما تحصل من اليمين او من الشمال يبقى مش هيبقى ازارو لوحده، يبقى في زياده عدديه بتحصل جوه منطقه الجزاء، هي دي الوحيده اللي خلينا نقدر نجيب جوان. لازم انسى ماتش النجمه تماما. فين؟ عندك حق. لازم انساه. لا لازم انساه يعني طبعا. طبعا النجمه حريه الملعب النجمه اللبناني وشعب اللبنان لبنان كله على راسنا من فوق، لكن ده يعني مستوى ده مستوى تماما. والحقيقه يمكن يعني برضو ماتش حريه احنا كنا بنأدي بنفس الروح اللي هنأدي فيها بكره باذن الله. طيب هقول لكم يعني قبل ما اروح اخد اخر او نشوف اخر تقرير، اقول لكم الفرق اللي وصلت خلاص رسمي لكاس زايد للانديه الابطال. يعني كان في اخر مباراه كانت تجمع ما بين الصفاقس التونسي والنفط العراقي، تفوق فيها النفط العراقي على الصفاقس التونسي وخرج الصفاقس التونسي، كده اكتمل 16 او 16 فريق بوصول الاهلي والزمالك والاتحاد والاسماعيلي من مصر وفاق الصيف واتحاد الجزائر ومولديه الجزائر من طبعا الجزائر، الهلال السعودي والنصر السعودي واهلي جده من السعوديه، الوداد البيضاوي والرجاء المغربي من المغرب، الوصل الاماراتي طبعا الامارات، النجم الساحلي تونس، المريخ السوداني والنفط النفط الوسط العراقي. دول 16 فريق اللي صعدوا لكاس زايد للانديه الابطال. نطلع نشوف تقرير خاص بمكانه وعظمه واهميه جمهور النادي الاهلي ونرجع نكمل كلامنا واخر جزء فيه. جماهير الأهلي دائما ما تكون كلمة السر في الانتصارات الحمراء في الأوقات الصعبة، فدائما ما تجد الجماهير خلف الفريق في الأوقات الصعبة والضغوط التي يتعرض لها بسبب كثرة المباريات والإصابات التي يتعرض لها الفريق في وقت حرج من البطولات، لكن وقوف الجمهور خلفهم تجد الأمور بعدها تتغير. يرفع الجميع شعار الأهلي بمن حضر في ظل تواجد الجماهير في المدرجات. الجماهير دائما ما تلبي النداء عندما تجد الفريق يحتاج للوقوف خلفه والظروف المتاحة بتواجدها، مثل ما يحدث في المباريات المصيرية وآخرها لقاء هورية الغيني في دور ثمانية من دوري أبطال إفريقيا. فعندما كانت النتيجة تتجه للتعادل السلبي مع مرور منتصف الشوط الأول، وجدنا تشجيعا جنونيا من الجماهير التي ملأت مدرجات ملعب السلام لتحفيز اللاعبين وتشجيعهم من أجل الضغط على المنافس وهز شباكه في ظل انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي. وبعد مرور أقل من 10 دقائق بدأت الأهداف الحمراء تهز عرش الفريق الغيني. عظمة جمهور الأهلي لم تكن محور حديث الصحافة المحلية، ولكن مع كل حدث تجد الصحافة العالمية
الإعلامية تتحدث عن هذا الجمهور وعظمته ودوره الكبير في انتصارات نادي القرن الإفريقي وكيفية تحفيز لاعبيه في التدريبات قبل المباريات. كانت تستشهد بما يحدث في ملعب مختار التتش من تجمع الآلاف لتحفيز اللاعبين في التدريب قبل المباريات المهمة. جمهور الأهلي دائما ما يبدع في الأغاني والهتافات الخاصة بالفريق بشكل عام واللاعبين بشكل خاص. تستمر هذه الأغاني والهتافات بالرغم من تغير الأجيال ورحيل وانضمام لاعبين، لكن الجمهور هو الباقي في المدرجات الذي يعزف دائما أجمل الألحان. يملك جمهور الأهلي من الفطنة ما يجعله مدركا لحاجة الفريق إليه في الأوقات العصيبة التي يمر خلالها بحالة من عدم الاتزان في المستوى والنتائج. يكون هو الداعم والسند الأول للأهلي في مختلف مراحل القوة والضعف. هذا هو سر نجاح الأهلي على المستوى المحلي والدولي. جماهير الأهلي لا تكتفي بالتواجد في المباريات المحلية، بل تكون حريصة كل الحرص على السفر إلى أبعد بقاع الأرض من أجل مؤازرة فريقها، تبعث له برسالة أنك لن تكون وحيدا، وأنه أينما حطت قدماك ستجد من يشجعك ويؤمن بك ويلهب حماسك. العجيب في الأمر أن جماهير الأهلي تلجأ في أوقات كثيرة للاستدانة من أجل توفير تكاليف السفر إلى الخارج لمؤازرة فريقها، نظرا لحسها العالي بضرورة أن تكون متواجدة في ظهر فريقها لتبث إلى قلوب اللاعبين الثقة والأمان. استاذ السلام الساعه 9 الاهلي ووفاق الصيف سيمي فاينل قبل النهائي طبعا دوري ابطال افريقيا، مباراه في منتهى القوه، لكن موعدنا معاكم بروحنا باصرارنا بعزيمتنا بتشجيعنا بصوتنا بحماسنا بكل حاجه في المدرجات بدون اي تجاوزات في حق اي حد، في حق اي حد. وانت كمان لو لمحت او حسيت ان في حد ممكن جنبك ولا حاجه، لا تقول له لا، خلي بالك احنا جايين نشجع الاهلي، احنا وحشتنا كاس العالم للانديه، وحشنا التواجد فيها، وحشنا يعني دوري ابطال افريقيا، عايزين ناخده للمره التاسعه، عايزين نبقى يعني موجودين في وسط العالم، كاس العالم للانديه اللي هتبقى في الامارات، عايزين نبقى اجواء ومناخ كاس العالم للانديه والتحضير للبطوله من خلال رؤساء الانديه اللي بيبقى موجودين، تحضير للقاء، يعني رئيس نادي بايرن ميونخ، رئيس نادي برشلونه، رئيس نادي ريال مدريد، رئيس نادي يعني بطل اسيا، ولا رئيس نادي بطل افريقيا ان شاء الله الرحمن نكون احنا، ايا كان رؤساء الانديه، المديرين الفنيين، صورتك وانت موجوده في استاد اللي هيقام عليه اللقاء سواء كان في دبي ولا الامارات ولا العين ولا اي حاجه، دبي ولا ابو ظبي ولا العين ولا اي حاجه، يبقى الاهلي موجود ان شاء الله الرحمن بجمهورنا اللي هيبقى موجود في استاد السلام بدون اي تجاوزات وبدون اي خروج عن النص، وجمهورنا اللي موجود باذن الله تعالى باذن الله تعالى في الامارات، الشكل الحلو ده الجميل ده، الروح دي، الرعب اللي بيبقى في المنافسين من خلال التشجيع، من خلال المؤازره، الصوت، الحماس، كل ده من غير اي خروج عن النص. طيب برضو الناس بتسال يعني قول لي اللي صعدوا الكاس زايد للانديه الابطال اقولهم لكم مره ثانيه، من مصر الاهلي والزمالك والاتحاد والاسماعيلي وفاق الصيف واتحاد الجزائر ومولديه الجزائر، الهلال السعودي والنصر السعودي واهل جده والوداد البيضاوي والرجاء المغربي والوصل الاماراتي والنجم الساحلي التونسي والمريخ السوداني ونفط الوسط العراقي. القرعه ان شاء الله الرحمن هتبقى يوم 6 اكتوبر يوم السبت اللي جاي باذن الله. كل التوفيق للاهلي باذن الله في بطوله مهمه جدا وقويه جدا جدا. كابتن ابراهيم، كابتن شريف، كابتن حماده، اخر 5 دقايق بالنسبه لنا، لقاء او لقاءين النهارده في الدوري المصري 2018-2019، اللقاء الاول جمع ما بين كابتن مختار الانتاج الحربي ونجوم اف سي وكابتن احمد سامي، دي المباراه الاولى بالنسبه له، تفوق لكابتن مختار 1-0 واستمرار انتصارات كابتن مختار والاداء الرائع لكابتن مختار. ما شاء الله المختار ماشي بخطى جيده جدا مع الانتاج، والحقيقه انه يبقى وصيف الدوري العام ب 16 بونت دلوقتي بيتفوق على نفسه، ودي من احسن النتائج لفريق الانتاج،
وما اظنش الانتاج بيصرف المصاريف باهظه على اللعيبه. انا شايف ان مختار عمل سبق لفريق الانتاج بالنتائج اللي بيحققها الحقيقه. اما فريق الاف سي النجوم اف سي فالحقيقه بيفتقد لشويه حاجات. اولا حته المدربين القطار اللي بيتكرروا ليها اكتر من ظاهره، ليها حسنات وليها سيئات. السيئات ان المدرب لسه ما يعرفش اسامي اللعيبه حتى، فما يعرفش التشكيل المناسب، لازم طبعا المساعدين يساعدوه. وفي الجانب الحسن ان اللعيبه ممكن تأدي بشكل جيد جدا عشان تظهر مهاراتها وكفاءاتها وبيبقوا في التشكيل الاساسي يعني. فحته تعدد المدربين برضو على نجوم اف سي عامله ناحيه سلبيه في النتائج عنده. احمد سامي ان شاء الله الرحمن، انا متاكد كابتن احمد سامي هيأدي حاجات كويسه ان شاء الله الرحمن. كابتن احمد سامي ان شاء الله الرحمن هتنجح. طيب كابتن حماده، كابتن شريف، عندي 3 دقائق. كابتن ابراهيم خد منهم من 5 دقائق. انا اسف، انا ما اعرفش. انا اسف. دقيقتين. المباراه الثانيه جمعت ما بين الداخليه ومصر المقاصه، كان استحواذ لمصر المقاصه وتضييع فرص، وانا بقول ان هم اللي هم بينالتي يعني بتاع جون انطوي. ضربه جزاء الحكم كان قدامها، يمكن راكب الكوره بشكل كويس، ولكن لازم احيي طبعا علاء عبد العال الداخليه. طبعا تنظيم دفاع جيد جدا، وحسام باولو في التحولات الهجوميه واحمد اوكا، لا لعيب رائع النهارده، يمكن مضيع 3-4 فرص. المقاصه كان فاتح الجيب من الاول يعني، حتى الاطراف ووحيد كان بيلعب تحت راس الحربه فعنده مساحات كتيره جدا. والداخليه لعب بشكل كويس، منظم قدرات اللعيبه، اللي انا بدافع كويس، عنده 2 في نص ملعب رائعين، ايمانويل ايجيبتور وسعيدو سانيور، ده لعيب هايل جدا، الاثنين ديفندر بيقف بشكل كويس جدا. وقدامهم حسين رجب نجم، يمكن هو اللي خلق الفرصه بتاع الجون الاول، قدر يخترق في اندفاع ولعبها لحسام باولو، راجل هداف بالفطره، لعيب كويس جدا. اسلام جابر عمل مباراه كبيره جدا، لا يعني في التنظيم كان موجود، شايفه في الداخليه بشكل كويس. المهاجمين طبعا بتاعه المقصه فوافي جون انطوي، كان بيلعب صلاح عاشور ومحمود وحيد وايريك تراوري، يعني مجموعه هجوميه كبيره قوي بتاع 5 لعيبه، ولكن ظهروا مساحات كبيره في ظهرهم. يمكن هو خارج من فوز كبير على الانتاج، يمكن 3 مباريات فوز ورا بعض، النهارده بيقع قدام الداخليه، اندفاع هجومي بشكل غير متوقع يعني في الاخر بالظبط كده. ولكن بحيي طبعا علاء عبد العال، قلت عامل تيم كويس جدا، منظم في الملعب بشكل كبير، بيلعب على قد امكانيات اللعيبه. كابتن شريف، ضربة الجزاء غيرت مسيرة المباراة، عدم احتسابها كانت ممكن تخلي المقصة النهارده ليها شكل تاني في المباراة، ويبقى عندهم تنظيم زي ما كابتن حمادة أكتر من كده. الداخلية فعلا اللي كسبهم مباراة النهارده، تقارب الخطوط وتنظيم الخطوط، وكان في حالة ثقة اللعيبة إنها حس، وهم أنا بتفرج عليهم كده، إن هم حاسين إن هم في أي وقت في الشكل العشوائي اللي بيلعب بيه المقاصه ان هم هيروحوا للجون في اي وقت ويستغلوا الفرص، وجات لهم تاني تايم الحقيقه اكتر من فرصه. النتيجه دي اهدروها بشكل ما تطلعش 1-0 ابدا، يعني لو هنقول ان ضربه جزاء دخلت نتيجه النهارده هتطلع 4-5-1. طيب على العموم برضو كابتن علاء ابو عال من الناس، هسول حاجه انا عايز اضيف حاجه في فرقه النجوم الحقيقه، الحاجات دي بتضم مجموعه ممتازه من اللعيبه الحقيقه، لما ياخدوا رجليهم تتقل في الدوري الممتاز هيقدموا موسم كويس، زائد ان معاهم احمد سامي مدرب متميز. النهارده ما عجبناش خالص، وان شاء الله النهارده بس النهارده عشان حاله الانتاج وحشه جدا، انتاج وحش جدا النهارده. ان شاء الله احمد سامي ان شاء الله باذن الله يقدم مستوى متميز، لان مجموعه لعيبه كويسه قوي ان شاء الله باذن الله. بس الواقع كابتن هيبقى لهم دور في الدوري ان شاء الله، الواقع اللي بيقابلوه اقوى منهم كتير، يعني احنا بنقول عليهم لعيبه كويسه بيدوا كل اللي عندهم في الملعب، انما الواقع اللي بيقابلوا الفرق الثانيه، يعني الفرق الثانيه عندها تنظيما واسماء جماعيه وفرديات، اعتقد انها اقوى بكتير. احمد سامي اتكلم على بيشكر صلاح عاشور، صلاح امين اللعب النهارده برغم ان هو مصاب، ازاي تلعبه وهو مصاب؟ واضح ان هو مش قادر يجري وعنده شغل، لا راجع مش جاهز وده يعني ده القوه بتاعتك.
فما كانش بيدي بنسبه 50%. الظاهر الراجل كان جاي يتفرج عليه حماده اللي هو بتاع ممكن يعني ممكن، لكن انا هضم صوت لصوت كابتن ابراهيم بس لما هيبقى عندهم شويه خبرات كمان موجوده في الملعب ورجلهم تتقل ومحتاج تدعيم كل ده مع بعضه. لكن احمد سامي، كابتن احمد سامي، انا شهادتي ليك مش عايز اقول المجروحه، بالعكس هي شهاده حقيقيه، لان انا اتعاملت معاك السنه اللي فاتت ند بند في مواجهات يعني لا مدرب لا مدرب فاهم واعي، له شكل في الملعب، له شكل في 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 التوجيه، يعني ان شاء الله الرحمن هتنجح وهتبقى حاجه كويسه جدا جدا في الفتره صح. اللي جايه محدش بيطلع من ايدينا وحش، ده من ولادي طبعا، لعيب عندي 20 سنه امال ايه. طبعا من ولادك والشمحانه في كل المجموعه دي كلها ماشيه زي الفل، ربنا واحنا كمان من ولادك كابتن ابراهيم ربنا يكرمك والله. الشيء يذكر يعني الراجل ده له فضل علينا بعد ربنا كبير. ليه فضل عليا؟ انا العافيه كبير، اشتغلت معاه مدرب، العافيه صعب مدرب مع كابتن طبعا. شفت بقى بقول له، انا لسه بقول له قبل الماتش قبل ما نخش الاستوديو احنا كنا ننزل الملعب نسخن بس كده نلعب الحركه بتاعتك اللي بنزع هو كابتن ابراهيم كان بيعملها ازاي. كان بيلعب علي ماهر، علي ماهر بقى تفوق وعمل ماشي. كابتن ابراهيم نورتني، ربنا يخليك، انت منور بيك وبالزملاء الجمال حماده وضيف حاجه جميله. كابتن حماده نورتني، انا بشكرك يا حبيبي سعيد كنت موجود معاك النهارده، نتقابل بقى في الماتش بقى ان شاء الله. دايما يا كابتن ان شاء الله بالتوفيق باذن الله، وبندعي لبعض كلنا الماتش الجاي باذن الله. طيب اوكي، يبقى اخر حاجه اختم بيها النهارده طبعا هي التواجد الجماهيري الكبير جدا على استاد السلام، لكن بناكد ده مع ده، يعني مش تواجد جماهيري واي لا قدر الله خروج عن النص، لا ابدا، احنا رايحين عايزين نجيب التاسعه، عايزين نجيب التاسعه، فاضل على الحلو دقيقتين، دقه على استاد السلام والدقه الثانيه هتبقى في الجزائر مع وفاق الصيف، وبعد كده هننتظر بقى المباراه الثانيه، لكن خطوه خطوه، فاضل مرحله قليله جدا جدا عشان يتحقق هدف من الاهداف الكبيره جدا، فانت دورك لازم تأديه، يعني المسانده والمؤازره والتشجيع من الثانيه الاولى لحد الثانيه الاخيره، فرقتنا بس، مالكش علاقه باي حاجه خارج النطاق ده، خارج الملعب. ال 11 واحد من الثانيه الاولى للثانيه الاخيره انت مطالب ان شاء الله الرحمن ان انت تشجعهم وتأزرهم وتساندهم باذن الله. ما فيش اي خروج خالص على النص، انا عارف دور النادي، جمهور النادي الاهلي وجمهوره ده حماه، لكن قبل ما اروح للختام لازم كمان ننعي مره ثانيه وعشرة ومليون حبيبنا واخونا وكابتننا كابتن صفوت عبد الحليم. فيش تغيير على المواعيد اللي قلناها، ان الجنازه بكره ان شاء الرحمن هتبقى بعد صلاه الظهر من مسجد السيده نفيسه باذن الله، والمدافن هتبقى مدافن الغفير. الف رحمه ونور عليك كابتن صفوت عبد الحليم. ولذلك دائما يفوزون.